القصير الطويل بين الساحل الجميل والجبل الذي يمتعك بمناظره الخلابة، كنت أفكر بأمر واحد. وأنا ألعب مع حفيدي بالبالونات كنت أفكر أيضا بهذا الأمر الواحد. ثم وأنا أبحث مع الشابات من فريق العمل في جمعيتنا سطوح بيروت في سبل مواصلة عملنا الاجتماعي الإنساني، شردت عنهن وعدت إلى ذلك الأمر الواحد. وحين أتيت لأكتب مقدمتي لم أجد مفرا من مصارحتكم بهذا الأمر الواحد. كيف يمكن أن نغلب موت وطننا؟ حين أمسك حفيدي البالون كان كمن يلتقط حلما، فرحة ما بعدها فرحة، ثم بعد دقائق فلت الخيط من يده ورآه يبتعد صوب السماء، فكانت فرحته به وهو يبتعد كبيرة أيضا. هكذا هم الأطفال، أما نحن فقد أنهكتنا التجارب. نحن من جعلوا من حياتنا حقل تجارب لكل شيء. كيف يمكننا من دون مياه ودواء ومحروقات ومال وكهرباء وفرص عمل وهامش مناورة أن نكون رسل أمل؟ كيف يمكن لجيلنا، جيل المهجرين الذي رأى كل شيء، الجيل الذي سار درب الجرجلة وكبر ولم يقم في اليوم الثالث، كيف يمكن لجيلنا أن يواصل التبشير بقيامة الوطن؟ كيف يمكن لجيلنا الذي رأى أمراء الحرب يغيرون مع ميليشياتهم ثيابهم من دون تغيير نفسياتهم وأدائهم أن يتمسك بالأمل؟ من أين لنا أن نرفع كؤوسنا ونهتف بثقة المؤمن إننا نركض على رجاء القيامة؟ ماذا أقول لذلك الأب الذي يوقفني عند مدخل الدكان وهو محمل بكل أنواع الخيبة من الأسعار ليسألني ما إذا كان ثمة أمل؟ ماذا أقول لتلك الأم التي زارت 19 صيدلية بحثا عن دواء لابنها، ثم صادفتني في الصيدلية 20 لتسألني ما إذا كان ثمة أمل؟ كل ما يريده اللبناني ليتمكن من التحمل أكثر هو مؤشر عملي واحد يقنعه بوجود أمل، بأن الغد يمكن أن يكون أفضل من اليوم أو الأمس. في الطريق الجميل ومع الحفيد الأجمل، ثم مع صبايا سطوح بيروت، ثم وأنا أكتب كنت أتقدم في التفكير. الأمل مرتبط بالقيامة، لكن هل يمكن لهذه الرقعة الجغرافية الواقعة على فوهة البركان أن تقوم فعلا بيوم من الأيام؟ في التاريخ والجغرافيا والأبحاث والمطولات السياسية والإيمان الحزبي والعقائد هناك الكثير من الأمل، أمل على الورق، لكن عمليا لا شيء من هذا كله يفيد. فالقيامة كما الأمل لا يمكن أن يرتبطا بأي شيء أو أحد غير المواطن نفسه، ذلك الذي يذل ليملأ خزانه بالوقود، تلك التي تذل لتؤمن الدواء أو الحليب لأولادها، أولئك الذين صدر جنى أعمارهم ومعهم كل من يدفع هو ثمن أخطاء غيره، أولئك هم الرهان الوحيد للأمل والقيامة. ردة فعلهم تقرر المستقبل، سواء كان بالاستسلام للانهيار أو الانتصار عليه. لسائق التاكسي الذي لم أجبه في الطريق من الساحل إلى الجبل، للحفيد الذي يربكني بابتسامته وكل الأحلام، للأم، للأب، للشباب الذين يواصلون إرسال سيارهم الذاتية بكل الاتجاهات، للناشطات في سطوح بيروت بحثا عن مبادرات اجتماعية، ولكل من يواصلون القيام بأعمالهم ومحاولة العيش في هذا البلد المكركب. لا تسألوا إذا ما كان ثمة أمل أو إذا ما كان هذا البلد سيقوم، لأن ما تفعلونه يوميا هو الأمل بذاته. أنتم تصنعونه من لحم حي وعرق وتعب، وأنا حين يضيع مني الأمل أو يجتاحني التعب أفتح النافذة لأراكم. فمن يواصل الحياة وسط هذا كله لابد أن ينتصر. نعم، أنا أستمد الأمل من كل شخص منكم، من كل من يواصل الحياة بعناد وإصرار رغم كل ما نعيشه. العمل الذي نحلم به نحن من يصنعه، المنزل الذي نحلم به نحن من يبنيه، الوطن الذي نحلم به نحن من سنصل بأنفسنا إليه، لن يساعدنا أو يساندنا أحد. إنها مسؤولية كل مواطن أن لا يستسلم وأن لا يفقد الأمل وأن لا يبحث عن مكان إقامة آخر.
في حلقتنا الليلة في ضروري نحكي نتوقف عند أعداد الوافدين الكبيرة جدا الذين لا يفيدون زعيما أو مسؤولا أو رئيسا، إنما يفيدون دكانجي الضيعة ولحامها وبائع الخضار والمزارع وطبيب الأسنان وصاحب المطعم والويتر وشركة تأجير السيارات وغيرهم الكثير من أصحاب المصالح الصغيرة والمتوسطة. يفيدون الأهل لا الزعيم، وهو ما يستصعب ربما فهمه أو تفهمه من يريدون التضحية بكل شيء وتدمير كل شيء في سبيل تصفية الحسابات السياسية، وهو ما يلحق ظلما كبيرا بالناس، كل الناس من دون استثناء. نستضيف الليلة الصحفية سكارليت حداد والباحث في الشؤون الاقتصادية زياد ناصر الدين لنناقش الأزمة الحكومية ووقع عودة المغتربين والسياح في الموسم الصيفي الحالي، وكيف يشكلون إنقاذا لنا في ظل اشتداد الأزمة الاقتصادية. سيتخلل الحلقة مداخلات مع المسؤولة الإعلامية في لجنة مهرجانات البترون يارا حرب، أمين سر نقابة شركات تأجير السيارات جان كلود غصن، ومنظمة معرض المزار كفرد بيان نيكول وكيم فريح. مساء الخير لكم مشاهدينا، أنا بتمنى تكونوا بصحة جيدة وفيكم الكثير من الأمل. مساء الخير لضيوفنا، بيسعدني وبيشرفني أن يكونوا معنا اليوم على طاولة ربما سيكون فيها بعض الحلول وبعض النقاشات والكثير من التحاليل بهالأزمة اللي نحن كلنا عم نمر فيها. أهلا وسهلا فيك الزميل الصحفي السيدة سكارليت حداد، أهلا وسهلا فيك الخبير في الشؤون الاقتصادية والباحث الأستاذ زياد ناصر الدين، شرفتونا اليوم. أهلا وسهلا فيك. أول شيء بدي هنيك على هالمقدمة اللي عن جد فيها أنه دمعت شوي عم تحكي عن حفيدك. الله يخلي لك اياه. مرسي. هي مش المشكلة يعطي ايام حلوة، هي المشكلة انه انت عم بتشوفي بكل ولد عم يخلق جديد طبعا باسبور فيزا لبرا، يعني بتصير تقولي شو بدك تعملي فيهم بذات الوقت، كيف بدك تخليهم بقى هيك. حبيت اليوم يمكن المقدمات شوي صار لي فترة بتبعد عن القصص الكتير كتير سياسية، لأنه بهيدا البلد صارت السياسة بمحل والإنسانية هي اللي بدها تعوض لك عن هذا البلبلة والبلد المكركب. ما بعرف شو رأيك أستاذ زياد. أولا أنا مدام داليا بدي أتشكرك على الاستضافة وبدي رحب فيكي مدام سكارليت. بعتقد انه نحن محكومين بالامل، يعني رغم كل هالمشهد السوداوي اللي عايشينه واللي هو صعب كتير ونتيجته مؤلمة، بس بعد في كمان مساحات مهمة من شيء نحن مفيد ومنمتلكه. بس لكن دايما بأي بلد بيصير فيه ازمات اقتصادية او ازمات سياسية بينتج منها ازمة حكم، تلقائيا بده يصير فيه ازمة اقتصادية طبعا. واليوم التسويات الظرفية ما عاد تنتج نظام اقتصادي. يعني اليوم مشكلتنا صارت بمكان انه نحن بدنا نكون مقتنعين انه ما نكون ناطرين تسوية ظرفية. يعني بعدنا بنقول انه مثلا انه اوكي بدنا نشكل حكومة، هل اليوم نحن بس مشكلتنا هي تشكيل الحكومة ام مشكلتنا اليوم بنظام سياسي بشكل كامل ادى الى هيدي النتيجة وبالتالي ظلم اجيال بوقت لما كنا نحذر من التسعينات وبداية الألفية انه في مشكلة كبيرة وانعرضت المشكلة وكل الكلام اللي انحكى بال98 بنتذكر من 96 و98 و2000 و2001 و2003. وانا ليش عم صار بهاي المرحلة بالذات؟ لانه سنة الألفين لما خلص ما يسمى بإعادة اعمار لبنان اللي انطلقت لإعادة الاعمار ب92 لل2000، كان ب92 علينا مليار دولار دين خلصين حرب، وبالتالي لما انطلق الاعمار كلفة الاعمار كانت 4.5 مليار دولار. بسنة الألفين كان علينا 18 مليار دولار دين. رجعنا دخلنا بمرحلة تانية، هذه المرحلة سميت بمرحلة المؤتمرات، مؤتمر باريس 1 2 3 4 اللي بدك اياه. بهذا الوقت كان نحن كان بلشت أزمتنا الحقيقية هناك، لو عرفنا نعالج بالألفين ما وصلنا لهذه النتيجة. اليوم بيقولوا لنا انه انتم شو الأمل اللي عندكم اياه؟ واحدة من الآمال المهمة هي الغاز،
واللي حنحكي عنه نعم شو يعني الغاز وشو بيعني بالنسبة للأجيال بالمستقبل. نعم حنحكي بكتير من التفاصيل اللي ممكن تعطي مثل ما بيقولوا نفحات لمستقبل أفضل. اليوم هيك حبيت أنا ناقش أنا وياكم كتير قصص من السياسة ومن الوضع الاقتصادي من على الوضع السياحي. ربما بتعرفي أنت بقى حضرتك وقت اللي حدا بيجي بيطرح حلق تعالوا نعمل حلقة عن السياحة بيصيروا يضحكوا أنه ليك بالون وين بقى. حبينا نقول أنه نحن لازم نضل هيدي مقاومتنا الاقتصادية، هيدي مقاومتنا بالطريقة اللي نحن قادرين نعطي فيها وهي جزء من المبادرات. ولكن بداية تسمحوا لي بس لأنه أنا بكل حلقة مرق شيء له علاقة بمبادرة إنسانية. نحن عنا جمعية سطوح بيروت، جمعية سطوح بيروت عم بتحاول تقاوم مثلها مثل غيرها من المؤسسات. حبينا من فترة نعمل مبادرة اسمها كتر خيرك. مبادرة كتر خيرك هي بتشتري موني، كانت من السيدات اللي اجوا قصدونا من معرفتنا فيهم وحاجتهم إذا بدك لتأمين معيشتهم. وكبرت هالخبرية، اليوم صرنا عم نشتغل مع سيدات من الجنوب من البقاع الغربي ومن مناطق الشمال عم يعملوا أشغال يدوية. رح فرجيكم ريبورتاج صغير ورح أدعي الناس كلهم تساعدنا لحتى نقدر نحن نكفي بهذا الشيء، حتى نقدر نعطي الصنارة تننتج ونصطاد السمكة. منشوف سوا هالريبورتاج. لا كتير حلوين وهيك فيها جو من كأنه من الألفة قاعدين مع بعضهم عم يشتغلوا. كتر خيرك شو بدي أقول لك ست داليا، لأنه لازم يصير في هيك مبادرات يعني. نعم نحن من خلال اللي بيدعمونا من الأشخاص من الاغتراب اللبناني عم نقدر نعمل هيدا الشيء يعني. هن كانوا إذا بدك الركيزة تبعيتنا من مثل ما بيقولوا الليرة للمئة ألف والمئتين ألف والثلاثمئة ألف ليرة، بقى هن خلونا أنه نقدر نكفي نعمل هيدا الشيء. ضحكت تذكرت شيء ايه يعني هاي بمراحل. بتذكر انا والدتي وبتذكر بجالة تحية من عندك وهي بتحب برنامجي كتير على فكرة. مرسي. وانا كمان بس عليها. وبتذكر كان ايام الحرب كانوا يقعدوا ويساووا هيك الكنزات ويساووا شغلات حلوة فولار وهيك قصص. بعتقد هذه يعني بيسموها حتى بالعلم الاقتصادي انه هاي المبادرات الفردية رح نكون نحن بحاجة لقلها بالفترة الجاية، لأن نحن كنا مبدعين فيها، مش إنه كنا نعملها هيك. نعم. يعني كان إنه اللبناني بس كان يعمل شيء على المستوى الفردي كان عم يبدع فيه، وبالتالي نحن فقدنا كتير من الأمور لمصلحة الاستهلاك وإنه بنستورد من برا ومعاش نعمل شيء، وهيدا كمان عم ندفع ثمنه اليوم غالي كتير. وهون اللي بدنا نبلش نقول إنه بس بدنا نحكي نحن بحلول وكيف بدنا نطلع من الأزمة، في كتير شغلات ايه بدنا نرجع نتعود عليها، ومش غلط لانه هذه شغلات حلوة بتعمل ألفة بتعمل. نعم. جمعة حلوة نعم وبتعيش عيها. صحيح بتعيش. بس انا بفضل مبادرة جماعية يعني كلهم سوا مش فردية يعني. فرد وجماعي يعني كلهم سوا يعني. يشتغلوا يحطوا جهودهم مع بعض يرجعوا يلاقوا الاشياء اللي بتجمعهم مش الاشياء اللي بتخلفهم. للأسف بدك تعيدي مثل ما قال اعادة هيكلة لكل الناس، وبدك تربي اجيال على هيدا الشيء. يعني ما هي مشكلة ثقافة في جماعية صراحة، انك تخلي الناس كلها تشعر مع الناس وتتعاطف مع الناس وما تسأل عدينا ولونا وحزبة وانتماء يعني. هيدي كمان مزبوط. بس بعتقد الاعلام وانتو كتر خيركم مش عم نقول، بس الاعلام له دور بهالموضوع كمان. طبعا طبعا. سيدتي اكيد اطلعتي على خبر نزل مش من شوي عن موضوع العقوبات اللي ستوضع قبل نهاية شهر تموز وقبل انفجار اب كما حدد على شخصيات لبنانية باجتماع وزراء الخارجية الاوروبيين. شو عندك معطيات وهل هيدا الشيء عندك اسماء فيه؟ كيف بتحلليه؟ باي اطار؟ هل يعني هالشيء تم وضع عقوبات قبل وما افرزت ولا
أي نتيجة، إنما بالعكس خلت إذا بدك ردة فعل إيجابية تجاه الأشخاص اللي وضع عليهم عقوبات. شو ممكن تفيد هذه العقوبات؟ لا أنا بعتقد إنه هيدا بعدنا على صعيد التهويل. صحيح وزير خارجية فرنسا قال إنه رح يصير في إجماع بالاجتماع الأوروبي اليوم ببروكسل على فرض عقوبات على بعض الشخصيات اللبنانية اللي عم بتعرقي حسب ما عم بيقول هو. أنا برأيي بعدنا هيدا ضغط، يعني عم بيصير بركة بيصير تطور ما على صعيد الحكومة، بس أنه هن الفرنسويين بيعرفوا أكتر من غيرهم يعني قديش كان وقع العقوبات الأمريكية وقت كانت بعزة المبادرة الفرنسية ببدايتها وكانت واضحة بالأول صورة قديش هي كانت سبب لفرملتها ولإعاقتها. فإذا هن عم بيقولوا نحن بدنا نحط عقوبات من غير طريق، يعني بغير جو، بس لحتى نحفز الناس يعملوا يشهلوا بالحكومة. شو بدها تكون هالعقوبات؟ ما هن عارفين انه بهالطريقة هاي مش ضابطة. انا بعتقد بعدنا بالتهويل، ما في اكتر من هيك. بتوافق حضرتك الرأي استاذ زياد؟ انا رؤيتي للموضوع الفرنسي من باب تاني، بوافقها بمكان، بس انا عم بتطلع بالفرنسي كيف عم يشتغل بالمنطقة. اللي بدي اقوله بلعنة الجغرافيا عادة، خليني بس اعمل برمي على هاي المنطقة بسواحل المتوسط، يونان، قبرص، مصر، تركيا، لبنان، سوريا. شو العامل المشترك بيناتهم؟ انه هيدي الدول الستة صار فيهم انهيارات كبيرة للعملة وهني كلهم على سواحل المتوسط. صندوق النقد الدولي دخل على اكثر من بلد، ولكن شو المشترك بين هيدي المناطق كلها؟ هو الغاز. وبالتالي من وقت ما بلش الكلام الجدي عن الغاز بلشت الأزمة اللبنانية الكبيرة. عم بحكي ببعد الخارجي قبل ما نوصل للبعد الداخلي المحاصر بالفساد. لكن بالبعد الخارجي في شيء اسمه لعنة الغاز. بدل ما يكون الغاز حالة مشتركة مفيدة، منلاحظ انه كل الدول المحيطة بإسرائيل، العدو الإسرائيلي، كلها انهارت عملتها وانهارت اقتصادياتها كمان. هلا في دول عم يبنوها من اول وجديد لهيدي الاقتصاديات ضمن شروط سياسيه، ويبقى في هيدي المنطقه. هيدي المنطقه شو بتعني الفرنسي بالنسبه للبنان؟ لا احصره مع لبنان قبل ما احكي عن باقي المنطقه، بس لكن لا احصره مع لبنان. من وقت ما دخل الفرنسي على لبنان تحت عنوان انه انا بدي ساعدكم، وانا بلشنا باول دخول اذا بدك اجا خلال فتره انتخابات نيابيه، اجا تحت عنوان مؤتمر باريس 4 وصادر فجأة، يعني بظرف قبل بشهر من الانتخابات النيابية ظهر هالمشروع الكبير اللي اسمه مؤتمر صادر، ودخلنا على لبنان بوقت لانه نحن كنا بأمس الحاجة لنقول طب قبل الانتخابات النيابية نحن في عنا في بباطن الأرض في مشروع. لما وصل رئيس الجمهورية على قصر بعبدة بعد 4 ساعات مضى مراسيم اللي بتتعلق بالنفط والغاز. منيح؟ طيب لما بلشنا نحكي انه نحن بحاجة لحتى نعمل صدمة ايجابية، هالصدمة الايجابية لازم ترتبط بالغاز. مش مطلوب انه استخرج غاز ليصير عندي اموال، لكن الغاز شو بيختلف عن النفط؟ انه مجرد ما انا اقول انه انا امتلك هذا الاستكشاف بقعر البحر، هيدا بيعطي صدمة استثمارية، بيعطي صدمة ايجابية على المستوى النقدي والمالي، وبيبلش يغير من وجهة البلد. اللي صار انه تم الاتفاق على كونسوريوم معين بقيادة توتال. طيب بينا نحكي نحن بأزمة بلشت صارت بالسياسة وبلشت عم تتعمق اقتصاديا، وبوقت نحن بحاجة لنسرع بموضوع الاستكشاف، بلش التباطؤ بالموضوع. وصلنا للبلوك رقم 4، تم حفر أول نقطة وتغاضوا عن النقطتين التانيين. وبعدني أنا بأكد لك، أنا من الناس اللي بأكد ورح نرجع نلتقى عندك ورح يبين أنه البلوك رقم 4 كان فيه غاز. طيب اليوم من التأخير بهذا الموضوع شغلي. لا بدي اديك شغله، في احد الاشخاص اللي كان موجود على الباخره يلي كانت عم تحفر عم تفتش عم تنقب اذا في غاز، خبرني انه وقت هن وعم بيبحثوا طلعت ريحه الغاز بشكل مش طبيعي، جبروا يلبسوا كمامات وصار ممنوع طبعا حدا يدخن. معناتها فيه، بس ليش طلع هلا؟ تفضل لا لا ولا همي. بالنقطه الثانيه والنقطه الثالثه لازم يتم حفرهم لحتى تكمل عمليه الحفر. طب هيدا بالنسبة لنا أهم، تقول لي أنا بدي أعمل لك مؤتمر دولي وبدي أعطيك مساعدات، ومثل ما عم يحكيني اليوم بيير دوكان أوكي إنه نحن فرنسا عم تعمل صندوق ائتماني وبآخر الشهر في مؤتمر عن لبنان قيمته 232 مليون دولار رح ينزل إلى إنه بلشوا يساعدوا فيه مؤسسات
صغيرة الحجم ومؤسسات متوسطة الحجم بس ما حطوا المعايير ومش ضمن الدولة. طب أنا ما فيني أنهي دور الدولة وأنت ما فيك تمنعني من حقي بالغاز، وهيدا عم بيأثر. لأنه اليوم أنا حكون صريح بهذا الموضوع، تأخير الغاز لآذار ل 2022 معناتها في مين عم بيقول إنه بس يخلص عهد الرئيس عون منطلع الغاز. فبالتالي نحن اللي عم نطالب فيه واللي عم نقوله إنه حقنا نحن بهاي الأزمة بالذات. لأنه شو يعني استكشاف غاز هلا اليوم، مش قبل الانهيار، بهيدا الحال هلا اليوم، اول ما اقول انا في عندي غاز بعمل للدولار نزله، طبعا نزلت الدولار، عليت برجع عليت كل المعطيات الاقتصاديه بالبلد، عطيت بلش عطيت استثمارات. قبل ما احكي بعمل مدخل للثقه، ما انا بحاجه لمدخل ثقه، بعمل مدخل للثقه. بس لكن اليوم برجع بقول الازمه السياسيه، حجم الازمه السياسيه عم يعكس واقع اقتصادي صعب بكل يعني بلبنان بكل المؤسسات. بالعودة للعقوبات، طيب هلأ الحريري كمان في خبر بيقول النائب مصطفى علوش قال، وكأكيد حضرتك يعني على الطريق وطلعتوا اثنيناتكم على الموضوع من شي 10 دقائق تقريبا، طلع انه سيتم اعتذار الحريري، سيعلن اعتذاره قبل اخر الجمعة. كمان في عندك معطيات اكيدة بهذا الموضوع، وهل اعتذار شو بيعني لا أكثر من حدا؟ هلا برجع بسألك اياهم لمين لا أكثر من حدا، بس بالأول هل سيتم هذا الاعتذار؟ هلا بتعرفي بالنهاية كمان كل شيء مرتبط باللقاء اللي رح يعمله رئيس دولة الرئيس سعد الحريري مع رئيس المصري. هلا بس الأجواء الأغلبية يعني أغلبية الأجواء بتقول إنه رح يقدم اعتذاره خلال برنامج تلفزيوني، معلش إذا عملنا دعاية لزميلتكم الجديد، هيك مبين لحد هلا هيك المعطيات. هلا بفتكر أنا كان كل القصة كل همه رئيس سعد الحريري إنه ما يطلع هيدا انتصار لرئيس الجمهورية وللوزير الوزير باسيل. فإذا كيف رح يعمل إخراج؟ رح يطلع هو بتشكيلة وعارف إنه مثلا الرئيس رح يرفضها، أو مفكر هو إنه الرئيس رح يرفضها، ساعتها بيقول حق علي أنا عملت اللي علي خلص ما بقى عندي خيار. كان اليوم في حديث عم بيقولوا إنه كان رح طالع عند الرئيس بتشكيلة، ايه بس ما طلع لا انه هو جريده الجمهوريه انه في مقافات. بس هيدا هو السيناريو، يعني ان كان مش اليوم بكره بعد بكره، يعني من هلا للخميس يبدو انه الخميس اتخذ القرار بس بعد كمان في عندي يعني عده علامات استفهام. طب لشو رايح على مصر اذا هيك؟ لشو رايح على مصر؟ لياخذ مباركه مصريه مشان الاعتذار او ليشوف وقت شو صارت؟ ما هو كمان يعني في نحن كنا دائما نقول، كانوا يقولوا انه مش عم تحكوا بدقة، بس نحن كنا دايما نقول انه في مشكلة بين الرئيس سعد الحريري والمملكة السعودية اللي ما لها علاقة بلبنان. هيدي مشكلة شخصية يعني اذا بدك، هيدي اكيد هي مانع، وكان راح يعني لسوء الحظ له انه وقت راح هو صار يتوسط من محمد بن زايد، الامير محمد بن زايد ولي عهد الامارات المتحدة العربية، كانوا عم بيقولوا انه على اساس محمد بن زايد هو اكثر شخص حسب اللي بيعرفه اكثر شخص بيمون على محمد بن سلمان ولي العهد السعودي. فاذا كان على اساس انه بركي بيقدر يعني شوي شوي يمهل لعودته على السعوديه، ولكن ما زبطته. هلا لسوء الحظ انه صار في مشاكل بين الامارات والسعوديه، يبدو انه الوضع مش العلاقات ما بقت منيحه، فاذا ما بقى عنده امكانيه ليظبط وضعه مع السعوديه. نعم. بهالجو هيدا، فاذا هو بالاساس يعني انا بقول ما كان قادر يالف حكومه. نعم. كل الحكي اللي التهينا فيه نحن للأسف أنه وزير من هون وزيرين مسيحيين ما بعرف شو ساعة العدل ساعة، كله هيدا الهاء لحتى نحن نقوم ضد بعضنا ونتحمس ونقول في مسؤول. نعم. بس هو المسؤول، المشكلة منا داخلية، هي المشكلة خارجية. طب على الصعيد الداخلي شو بيعني الاعتذار بالنسبة للرئيس بري؟ هلا الاعتذار بالنسبة للرئيس بري هو نكسة، لأنه كان أكثر شيء متمسك بترشيح بتأليف رئيس سعد الحريري الحكومة كان الرئيس بري، هيدا الشيء واضح وما بيخفي على حدا. هو نكسة، ومشان هيك في كل الجهد عم بينبذل على الإخراج لحتى ما يبين أنه هيدا خسارة لفريق وربح لفريق تاني. أنا بعتقد إذا بدك هاي مقاربة غلط، لأنه نحن بوضع ما بقى حدا يفكر بالربح على التاني، نحن عم نفكر كيف بدنا ننهض هالبلد، كيف بدنا نضل نقدر نعيش نقطع هالكم شهر الصعبين اللي قدامنا، ولكن كل واحد بفكر بطريقته. رح اسالك يعني بالنسبه لاكثر من حدا، بالنسبه لحزب الله، بحزب الله شو بيعني هذا الاعتذار؟ بعتقد لحزب الله انه هن عارفين
هن عارفين من الاول انه ما بيقدر، يعني هن بيعتقد بيقروا صح التطورات الاقليميه يمكن احسن مني ومنك والاستاذيات، هن بيعرفوا كثير منيح شو المعطيات وانه هي صعبه. بس عم بقول لك كان بدك تقطعي الوقت لو بتجي بتقولي من اول نهار، يعني من 9 اشهر عم نحكي، من 22 تشرين الاول 2020 وقت تكلف رئيس سعد الحريري، اذا بتجي بتقولي انه ما في حكومه هلا بيطلعوا فيك انه شو بكون، كيف معقول تقولوا هيك؟ ليكي قد ايه صاروا اكثر من 9 اشهر يمكن هلا وما في حكومه وما رأيت وطلع الدولار لل20 وبعدنا مكفيين، معناتها هن بيعرفوا اكثر من غيرهم انه الوضع كان ما بيسمح لتأليف هالحكومه هاي بالذات، لانه اصلا انت اذا جيت قلتي وفي عده اسباب اذا بتحبي بقدر اشرحهم، يعني في الاسباب اللي متعلقه بالسعوديه ولكن في اسباب متعلقه بالرئيس سعد الحريري، هو كان بيقدر يألف حكومه بالاول اول ما بلشت وقت كانت بعد المبادره الفرنسيه بزخم، هو فضل ينطر رضا السعوديه، مر الوقت هلا اليوم لشو بده يألف حكومه؟ يعني اعتذار للسعوديه بيعني انه هن متوقعينه للتيار الوطني الحر. انا بعتقد ما مش مفروض يكونوا مبسوطين. هن اعلن الوزير بسيل انه هو من الخاسرين، من اكثر الخاسرين بهذا الموضوع. يعني انا بعتقد انه هن بدهن حكومه، انا ما حدا بيقدر يقنعني انه رئيس الجمهوريه وفريقه ما بدهن حكومه، ما هن اللي الناس عم تحكي على العهد مش عم تحكي على الباقيين. يعني هن اكثر المعنيين بهالموضوع. انا بعتقد للاسف كان لازم لو من الاول قال ما بدي الف حكومه قديش كنا ربحنا وقت. بس كنت عم اقول لك انه هو ما بده يألف حكومه لانه هلا الحكومه صارت مجبوره تاخذ قرارات مزعجه ما بتخسره بالانتخابات غير شعبيه. هلا حطي براسك، بعتقد يعني ما بعرف اذا استاذ زياد بيوقفني، بس كل البلد، كل المسؤولين السياسيين، يعني كل افريقاء السياسيين صار بعقلهم هدفهم الانتخابات والغرب هدفه الانتخابات وما حدا يحكي غير هيك. فاذا كل واحد ليش بده هو ياخذ هالقرار؟ هو خساره للسياسه الفرنسيه بلبنان كمان؟ ايه اكيد هي خساره للمبادره الفرنسيه، هي طبعا. بس هي المبادره الفرنسيه اصلا بلشت تتراجع وقت اجى الرئيس سعد الحريري من بعد السفير مصطفى اديب، لانه الرئيس سعد هن كان حكومه اختصاصيين تعمل مهمه ذات مهمه بلشت من هون، هن صاروا كل مره يجربوا يظبطوا هالمبادره يعني يأقلموها مع الواقع اللبناني، ولكن ما زبط. للاسف ما زبط. ماذا يعني هذا الاعتذار بالنسبه للاقتصاد اللبناني؟ هلا بما انه الاعتذار حيكون لمصلحه تشكيل حكومه انتخابات، وبالتالي بده يتم انه مين هو الرئيس اللي بده يجي ليعمل ليخوض الانتخابات مع مين وزير الداخليه، يعني هلا ما عادش عم ينحكى اقتصاد. بالتالي في مرحله بدها تتقطع، المرحله اللي بدها تقطع على الاقتصاد اللبناني بهيدي الوتيره اللي عم بتصير، انا اخشى من يعني أزمة تصير أكثر من اقتصادية. شو هي؟ يعني توصل أمنية. أمن اجتماعي أو أمن يعني حرب داخلية؟ لا مش حرب داخلية، هو أمن اجتماعي بس أمنية كمان، أمنية فلتان يعني بمعنى الفلتان، لأنه نحن عم نحكي من هون لشهر أذار، وبالتالي من هون لشهر أذار يعني إذا أي حكومة بدها تجي بده يكون متفق عليها إنه ما بتاخذي قرار بصندوق النقد، ما بتاخدي قرار بأي تغييرات كبيرة، ما بتاخدي قرار بمصرف لبنان، ما بتاخدي قرار بموضوع السياسات النقدية والمالية. فبالتالي هيدا الحالة اللي موجودين فيها نحن، ما هي بدها ضبط، لأنه نحن اليوم حتى لو تألفت حكومة تانية؟ ايه حتى لما انت عم بتألفي حكومة انتخابات مش حكومة حل للمشكلة. برأيك استاذ زياد إذا تألفت حكومة تانية متفق عليها وأكيد اتفقوا على الاسم البديل، يمكن ما اتفقوا بعد على الاسم البديل، هو الإخراج اللي عم بتقوله سكارلت إنه بده يتم الاتفاق على اسم بديل حتى تطلع الموضوع لا غالب ولا مغلوب، يعني مش فريق اختلف مع فريق. خلينا نوضح بس بقى بقول لك شغله، نحن اليوم بالازمه الحكم الموجوده هي بين مين ومين؟ هو ازمه حكم اليوم موجوده في ازمتين كبار. ازمه الاولى وهي الحقيقيه وخلينا نحكيها بصراحه، الازمه بين فخامه الرئيس ميشيل عون وبين دوله الرئيس نبيه بري. هاي ازمه عواقع على الاقتصاد كتير ثقيله. رح اخذك كمان بالسؤال ايه. لما حد بس تاني لكمل بس النقطه، بس انا ايه. بدي كمل النقطه الثانيه اللي صارت من يومين ايه. النقطه الثانيه، الازمه الثانيه هي بين رئيس الحكومه والوزير جبران باسيل، رئيس الحكومه سعد الحريري ايه. والوزير جبران باسيل، وبالتالي هو ازمتين كبار، هو ازمتين بيدخل بيناتهم ضمنهم
أزمة على موضوع النفط والغاز، أزمة على موضوع التعاطي مع السياسة النقدية ومصرف لبنان، أزمة على موضوع كيفية إدارة الملف المعيشي وإدارة الأزمة. وبالتالي هول الأزمات اليوم حتى لو صار في رئيس حكومي وهو أنت مش حالتين هول الأزمتين، يعني نحن عم نقوله أزمة التدقيق الجنائي ايه وعم التدقيق الجنائي أكبر وأكبر. وبالتالي طالما ما عم نعطي المرحلة الأولى، عم تسألين شو بده يصير بالاقتصاد؟ هلا اللي بده يصير بالاقتصاد اليوم إذا رئيس الحريري اعتذر بده 50,000 دولار، لا يعني؟ ما في مش هالقد، بس قصدي بده ارتداده على السوق اللبناني لأنه بعد نفس الغرفة، أنا بسميها الغرفة السوداء اللي عم تشتغل بالواقع النقدي هي ذاتها. لأنه إذا اليوم جينا نحن حكينا بالواقع النقدي بلبنان وطلعنا أنه في 39 ألف مليار ليرة كتلة نقدية، وكان في 20 ألف يعني 50 ألف مليار ليرة، وفي 15 مليار دولار يعني مفترض تقنيا، إذا بدي أحكي تقنيا دولار 5,000، بينما سياسيا صار الدولار 20,000. هيدا بيعني انه بده يستمر مزيد من الضغط. شو هي القوة اللي عم يستعملوها بالضغط على الطرف الاخر بالسياسي؟ هي الدولار، لانه كل ما ارتفع الدولار بالتالي بتصير الصرخة الاجتماعية أكبر، بتصير الأزمة أكبر. فهون نحن أنا أخشى وفي كلفة الانتخابات بتصير أقل. صحيح، أن نكون دخلنا إلى مرحلة تانية بالدولار اسمها 20-30. شو يعني يلا 30,000؟ إيه ما هو كل ما دخلنا بمرحلة 10-20 قعدنا 9 شهور بلا نتيجة، وبالتالي هلا دخلنا للمرحلة التانية، وهذه المراحل التانية عم تتكرر فيها الأزمات بمقابل إنه نحن في عنا يعني إمكانات للحل كبيرة إذا صار في بين هاي الأطراف اللي ذكرت لك إياها، إذا كان في حل يعني واقع سياسي إنه اتفاق سياسي. لأنه بتبلش القصة من موضوع المرافق، بتبلش نرجع لموضوع الدخول الروسي، نرجع لموضوع إذا فينا نتفق على خيارات اقتصادية أو ننوعها، في كتير من الأمور فينا نحكي فيها. بس لكن اليوم بعض الطريق مسكرة لأنه الخلاف السياسي أكبر بكتير من خلينا نحكي بشيء تقني. هيدا الشيء سريعا لح نقول لست سكارلات، هيدا الشيء بيبرر يعني بخليك تقرأ موضوع مقدمة الـ MBN من يومين اللي كانت هجوم نارية، هجوم كاسح، بوقت أنه الرئيس بري طرحها يعني مبادرة كوسيط. يعني أنا ما بقدر أفهم كيف ممكن واحد يكون وسيط ويتهجم بهذه الطريقة من عبر شاشة معينة يعني بتنتمي له على فريق آخر. يعني نحن عم نوضح الموضوع، ما في كيمياء سياسية ركبت من بداية العهد لليوم بين الرئيسين، وهذا أثر على الواقع الداخلي كتير. واليوم كمان عدم وجود اتفاق بين الوزير بصير والرئيس الحريري كمان أثر على الواقع أكتر، وبالتالي هلأ صار الواقع اللبناني بهذا المجال. هلأ فينا نقول أنه مش هيك، بس هي الحقيقة هيك، وبالتالي هذه الخلافات عم بتأثر اليوم على بعد سلبي على البعد الاقتصادي، وما عم بتخلي يصير في أفق. حتى الحكومة الموجودة اليوم، الحكومة الموجودة اليوم تخلت عن دورة بكير طبعاً. وبالتالي كان فيها تقوم فيه، عم بيكون فيه مبادرات فردية لبعض الوزراء، لكن تخلت عن دورة وصارت عم تلعب دور سلبي بكتير من الأمور، كمان عم بيأثر على الواقع الاجتماعي. نعم. هل بتعتبريها بس قبل تسمحي لي بدي عقب لأنه حكي عن الخطر الأمني. أنا صراحة مش كتير مقتنعة أنه في حتى بالخطر الأمني الاجتماعي، لا انه هلا حوادث وسرقات وحوادث فرديه يعني هيك على خلفيه اجتماعيه اكيد بيصير، بس انه خطر امني كبير انا ما بعتقده، ما بعتقد حدا بده، وخاصه يلي اليوم مصرين انه تصير الانتخابات بوقتها. يعني خلينا نقول الغرب وحلفائه بالمنطقه يلي هن مصرين ومبين انه هيدا هو الهدف، مفكرين انه بالانتخابات رح تكون مفصليه يعني رح تؤدي لتغيير جذري بالمشهد السياسي، على اساسه بيبنوا هن بكره لبنان جديد مثلا او هيك خطته. فاذا ما لهم مصلحه ابدا يصير في حوادث. لبنان جديد على مين ست سكارلات؟ على مين يعني؟ هلا في كتير ناس ممكن تخرق بالمجلس النيابي وممكن تعمل فرق، بس انه هالناس اللي رح تخرق رح تكون كافيه حتى تساهم في تغيير العقليه الذهنيه الطائفيه الزبائنيه انك تلحق زعيم الحزبيه؟ هل رح تكون كافيه؟ عشوري هين ونغار. هلا هيدا بيرجع بكره للناخبين، هن تقييمهم للوضع انه نحن اصلا كل هالمؤتمرات اللي عم بتصير اللي عم بتتهمش الدولة لحتى تعطي شو بيقولوا الـNGO لحتى تعطي المجتمع المدني، يعني كله هيدا تشجيع إذا بدك على كم على بعد كم شهر من الانتخابات، 5-6 شهور من الانتخابات، معناتها هيدا نوعا ما كمان تأثير غير مباشر على مسار الانتخابات. بعتقد في تعويل، هيدا هو خطتهم. هل هي رح تنجح؟ أنه ما بعرف، أنا مني أكيدة أنه بتنجح، بس
هن لهم حق يعني. نعم. طب شو يعني شو بتقولي تجاه قول الرئيس الحريري ببيانه الشهير مؤخرا انه هو ما بيقدم اعتذاره الا اذا اعتذر الرئيس عن الرئاسه؟ لا بس هيدي مش 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 واردة يعني. هلا هيدي ضمن الحكي والمزايدات السياسيه. رئيس سعد الحريري عنده مشكله، عم بيحاول قد ما فيه هلا اليوم يرجع ياخذ اذا بدك الشارع السني، يرجع يشد العصب السني لحتى يجي بقوه بالانتخابات ويثبت حاله. ما بيعود ساعتها بتخف اذا بدك اول شيء بيفرض حاله على المجتمع العربي، على البلدان العربيه، انه انا رئيس وزراء لبنان مجبورين انتم تتعاملوا معه تتعاملوا معي. بنفس الوقت يعني ببطل هالقد ناطر رضا فلان ورضا فليتين. فاذا هيدي هو مضطر، هيدي يعني مجبور يعمل هيك. للاسف هيدا عم بيصير على حساب اذا بدك التوافق اللبنانيين، بدل ما نحن نفتش على الشيء اللي بيجمعنا عم الزعماء تبعولنا عم بفتشوا كيف بدهم يخنقونا مع بعض. للاسف بس هيدي نحن من هلا للانتخابات بدك تتوقعي هالنوع من التصرفات. بس بفتكر هو بيعرف اكثر من غيره انه رئيس الجمهوريه ما انه بوارد يعني الاعتذار، على الاقل مش لهيك اسباب يعني. نعم. عندك اسماء عن مطروحه للبديل؟ لا ما بقى يعني في كتير اسماء عم بينحكى فيها بس ما بقدر اقول لك مين اللي عم بالاكثر حظوظا. بس يلي اكيد الاستاذ نجيب ميقاتي او فرحان. لا لانه دوله الرئيس نجيب ميقاتي هو مرشح، ما بده يترشح على الانتخابات، هو شايف حاله هو اذا بدك بطرابلس هو اللي اخذ اكثر اعداد اصوات. فاذا اكيد ما راح يعني اذا بدنا نحكي بمنطق حكومه انتخابات ما راح يكون الشخصيه اللي راح تترأس الحكومه ما راح تكون مترشحه على الانتخابات. فاذا ما بفتكر لا رئيس ميقاتي ولا الوزير فيصل كرامي. نعم. كان يقال او معلومات بتقول انه تعليق الدولار كان لها اثنين سيناريو. اول سيناريو انه منعلي الدولار بيجي الرئيس الحريري بينزل الدولار بيطلع هو البطل. والسيناريو الثاني كان بعدم التشكيل بحيث يعبط الطريق للانفجار الاجتماعي. انا اللي بخشى فيه من موضوع الدولار، شوفي لما قلنا عن المنطقة اللي كلها فيها غاز وصار فيها انهيارات العملة كلياتها ما عدا تل أبيب، شو السبب؟ كان مطلوب انه تل أبيب تكون هي المركز المالي لسواحل شرق المتوسط، وهني شكلوا منتدى وصار منظمة ودخل فيه 7 دول من ضمنها مصر والأردن وقبرص وإيطاليا واليونان بزعامة وقيادة إسرائيل للأسف. وكان المركز المالي هو تل أبيب، وكان مفترض أنه الشيكل يكون هو عملة سواحل شرق المتوسط للغاز، وهذا الشيء ما كان بينجح إلا إذا تم ضرب مقومات موجودة بلبنان من المرفأ ومن النظام المصرفي اللي هو ضرب وانضرب، يعني ضرب حاله حتى ما بكرة أنه يفهمونا غلط، لأنه نحن عارفين النظام المصرفي كان عم يشتغل بطريقة سلبية جدا. والتاني كمان هيدا كان عم بيفيد بواقع معين لتل أبيب. هلأ اجت عملية سيف القدس بفلسطين المحتلة غيرت من هيدا الواقع ورجعت الاهتمام بالمرافق اللبنانية. ولما بقول الاهتمام بالمرافق اللبنانية ايه الاهتمام بمرفق بيروت كتير كبير. مش بالصدفة مدام بيجي الألماني والفرنسي والإنجليزي ومن بعدها كمان اجا الدول من الشرق جدية أكثر من الدول التانية، كمان إذا عم نحكي الروسي والصيني وحتى التركي. وبالتالي في صراع على المرافق اللبنانية. هذا الصراع على المرافق اللبنانية من ضمنه الخطورة أنه نحن لما أخذونا على دولارة الاقتصاد، نحن اقتصادنا الدولار، الخطورة وين؟ أنه نروح لدولارة العملة، يعني تصير معش عنا ليرة، تصير عملتنا دولار. كل العالم هلا بتملشي من هلا، ما في حدا بقى بيسعر على الليره. يعني هذا شو يعني دولار. شو بيعني هيدا المعاشات الا المعاشات واضافه الى انه وحده من شروط صندوق النقد الدولي واللي هن اوكي قدموا له اياها على طبق من فضه انه ما في زيادة معاشات، لا بل هو بده يروح لشغلات تانية. طب ما هيدا بيأدي من نسبة العاملين بالقطاع. وبنفس الوقت في توجه أمريكاني، هذا مش أنا عم أقوله، مراكز الدراسات عندهم وبواشنطن صار فيه مؤخرا مؤتمر بمركز الشرق الأوسط، معهد الشرق الأوسط للدراسات، وطلع منه توصيات. وهذه التوصيات بتبين حسب ما هني حكيين بالتوصيات بيحكوا عن الغاز والحدود البحرية. شوفي قديش مشددين، لأنه كيف ما تتحركي بس ينحكى بلبنان بينحكى غاز وحدود بحرية. بيحكي عن موضوع أنه أهمية توجه اللبنان الغربي
وما يكون عنده أي يعني أي توجه إلى الشرق، ويعني من باب تنويع الخيارات، مش عم نحكي نحن من باب أنه يتوجه الشرق ويترك الغرب. وبيحكي عن موضوع ثالث بيتعلق بفدرلة المؤسسات الحكومية. شو يعني؟ يعني المؤسسة الحكومية اللي معنا هي بتكون معنا نحن ندعمها، المش معنا بتروح NGO. هلأ بالخوف وين؟ أنه في توجه للاستثمار بالانهيار. الكلام عن الاستثمار بالانهيار هو واقع حقيقي، بس التوقيت تعوله هل بيكون قبل الانتخابات مباشرة وبالتالي بيقلب الطاولة بالانتخابات لمصلحة يعني فئات أخرى. اليوم بلش يبين، اليوم يعني المؤتمرات الصحفية اللي عم نشهدها بلشت تبين شو هي التحالفات الانتخابية الجديدة، وبالتالي هيدا الواقع اليوم هو هيدا الواقع اللي حيروح عليه لبنان، وبالتالي يعني هيدا اللي ببشرنا أنه إما انهيار إما استسلام. هون ما بدنا نحن بعدنا الواقع، لأنه نحن اليوم مش خلافنا شو هو البعد الاقتصادي ما بناخده بلبنان، صح نحن مختلفين بين شرق وغرب، بس مش واصلين لمرحلة أنه عم يعني في خيار اقتصادي حيمشي على التاني أو نتفق لمصلحة لبنان، لا، لأنه بعد المشكل السياسي هالقد كبير وهالقد أنه بعده إيه الأطراف الخارجية عم تشتغل على تجزئة داخلية كتير كبيرة، واحدة من الاستهدافات لها هي التيار الوطني الحر والرئيس. هل يمكن لتصفية الحسابات السياسية تصفية حسابات سياسية عبر الدولار والدواء والمشتقات النفطية؟ شو قليل هيدا؟ أول شيء الدولار يعني بتروحي لغير هيك، بلشنا نحن بالمشكلة، بلشت عنا ارتفع سعر صرف الدولار، صار في عنا تضخم، ضعف بالرواتب، انرفع الدعم، وصلنا لمرحلة مشكلة بالخبز، بعدين رحنا على مشكل تاني بموضوع البنزين والمحروقات، الكهرباء، الدواء، وهلأ بعد شوي حنفوت يمكن مشاكل بالاتصالات وانترنت. وبالتالي هي هذه كل مرة بتشوفي انت المشكل بيكبر شوي بيرجع بيلاقوله حل. طب ما سؤال، ما نحن هذا الحل حل موقف حل تقيق يعني هيك تقيق ليقولوا لك انه لكن احنا شو فينا نعمل. طيب سؤال، انه هل اليوم هالواقع النقدي بلبنان والمصرفي بلبنان هو والنظام اللي بيتعلق بالمصرف المركزي هو منسلخ عن لبنان بغير كوكب؟ نعم. عم يشتغل وما بيشتغل ضمن الطريقة ضمن الأراضي اللبنانية. نعم. سؤال يعني، لا، لأنه هذا السؤال شو في قباله؟ هل اليوم الذهب بلبنان اللي هو موجود ومفترض 18 مليار دولار وهذا ينشال لأزمة، استعملوه الشباب ولا ما استعملوه؟ ليه هالخوف اليوم من موضوع التدقيق الجنائي؟ لأنه ببساطة التدقيق الجنائي أول شيء بيكشف استعملوه للذهب، بيكشف قديش في عنا احتياطات، بيكشف قديش في عنا احتياطات مالية. نحن إذا عنا 15 مليار دولار احتياط مالي و18 مليار دولار ذهب، يعني معنا 32 مليار. بتعرفي مدام دالش يعني 32 مليار؟ يعني نحن عنا احتياطي مالي ونقدي أكتر من سوريا وأكتر من الأردن وبوازي تركيا وأقل من مصر بشوي وبلد صغير. طيب فإذا بس لك دينا طبيعي دينا. خليني لسؤال. لا معلش دينا تغير. بس أنا إذا أوكي تفضل. فيني أقول شغلة؟ بدي أوضح، لأنك سألتيني هذيك ساعة عن إنه هني عم بيعطوا هلأ المجتمع المدني الغرب. أنا بقول يعني هني مفكرين إنه عم بيقوى المجتمع المدني، بس البديل عن الدولة غلط إنك تضعف في مؤسسة الدولة. طبعا البديل عن الدولة ما رح يكون المجتمع المدني، رح يكون الميليشيات السابقة، يعني يعني قوى كيف الأمر الواقع اللي هي أقوى من NGOs. نعم. بعد هوليك ما قدروا يركزوا حالهم. فإذا نحن هيك بهالطريقة عم نروح لتفتيت بلدنا، يعني عم نرجعوا 30 سنة لورا لأيام الحرب الأهلية بدون حرب بدون مدافع. بعتقد هالخطة ما رح تنجح، يعني رح يكتشفوا للأسف أنه خطتهم. نعم. مش ناجحة، أو الرؤية تبعيتهم، أو ما بعرف، يعني هالإقناع اللي هن هل مقتنعين فيه أنه لا، نحن إذا كوننا مجموعة جديدة رح تقدر هي تكون مستلم البلد وقت انه هذه المجموعه الجديده ما رح تكون كافيه وما رح فيها تخلص هي تعمل هال. لا، لانه نحن عم نشوف اليوم ما تاخذيني شو عم بيصير على ترومبات البنزين. نعم. يعني كانك رجعت، يعني ما بعرف انت يمكن اصغر مني، بس كانك رجعتي على ايام الحرب الاهليه، تعيا برق من هون برق من هون، مش معقول. نعم. يعني مثلا موضوع المحروقات، اذا نحن كان عنا 60 مليون. نعم. لتر بنزين
وعنا ست بواخر كانت على شركات التوزيع. هلا رح اسالك عنها. بس عندي سؤال لست سكارليت، رئيس الجمهوريه بوقع على موافقه استثنائيه لاستيراد المنشات المشتقات النفطيه، رئيس حكومه تصريف الاعمال كمان بوقع. كل هيدا الشيء اخذ منهم دقيقتين. طب ليه الموضوع بيستغرق اسبوعين او اكثر بمصرف لبنان؟ يعني طالما رياض سلامه بده يوقع اول على اخر، لماذا هذا التاخير برايك؟ وليش هالقد في هذا الضغط؟ هل هو كمان من ادوات الضغط واقلاق المواطن ووضع هالبانيك بقلب هالطرقات والعالم كلها سوا؟ يعني طبعا سيد داليا، طبعا هيدي ضمن الخطه المتكامله اللي نحن للاسف عم نعيشها. اول شيء كل هالازمات بفرد مره هيك اجوا كلهم سوا، ثاني شيء بتحلي وحده انه مثلا رئيس جمهورية بالصلاحيات اللي عم بيجرب يمغطها شوي لحتى يقدر يقلع رئيس حكومة تصريف الاعمال عم يعمل ذات الشيء. طيب عم بيرقعوا، عم بيلاقوا حلول ترقيعية صحيح، بس عم بيلاقوا حلول. ليش دايما بتلاقي حل من هون بترجع بتطلع لك ازمة من تاني ميلة؟ مبين انه في خطة. هيدي الخطة نحن عم نعيش هلا اخر، انا برأيي اخر ايامها، يعني اخر اشهر. القوى السياسية ليه ما بتقوم على هذا الاداء المشبوه؟ يعني القوى السياسيه بتقول ما بتقول لا، كل واحد عم بيصفح سهامها لبهيدي الطريقه للاشخاص المسؤولين. لا اذا شاكين مزبوط بقصه انه الحاكم هو المسؤول عن هذا الموضوع، ليه ما في هذه يعني هذا التوجيه تحميل المسؤوليه؟ بتحسي في انكفاء كانه عن هذا الموضوع طبعا، وتوجيه الاسباب ما كان خطا. كل قوى سياسيه، كل قوى سياسيه عندها اعتباراتها. اول شيء كل وحده عندها اعتباراتها، كل وحده هي مثلا القوات اللبنانيه اذا بدك انه قاعده على جنب وتركتهم انه نحن ما خصنا بركي بكره نحن بنجي المخلصين. انا برايي هيدي السياسه غلط، لانه الناس رح تحاسب اللي ما وقفوا حدا، اللي ما جرب يعمل لها شيء هي وعم تغرق مثلا. انه اخر شيء حتى لو بتجربي تعملي ما بتنجحي، بس بالقليل جربتي، بالقليل شعرتي مع الناس. نحن شو بدنا بالقوه السياسيه اذا بتجي وقت كل شيء انحل بتجي بعدين تقطف؟ لا. طيب في غيرها عم بيصفح ضمن هالمنظومه اللي اليوم متضايقه، اللي بدها تفشي العهد ميشيل عون لاسباب انه حرك شيء التدقيق الجنائي وغير التدقيق الجنائي. وفي بعض الافرقاء تابعين يعني ضمن هالخطه تابعين للغرب او حلفائه اللي هن ماشيين بهالخطه. نعم. مفكرين انه رح يربحوا من خلال الانتخابات. سؤالي الاخير قبل ما نفوت على بريك استاذ زياد، برايك هالضغط على الناس كمان مقصود او في مبررات اداريه لإله؟ بركي نحن مش فهمانين انه مثلا تاخذ اسبوعين لحتى تروح الحوالات ولا مدري تجي، يعني ولا هو شيء مقصود؟ وكمان عندي ذات السؤال انه العالم ما عم تقشع لحتى دائما العالم تمشي بالاشاعه انه العهد مثلا فقرنا، العهد قطع لنا الكهرباء، العهد قطع لنا البنزين، العهد ما يعني انه هلا بهذا الموضوع في مشروع. يعني هذا الموضوع ما بيصير بالصدفة، لا في مشروع، بس المشروع مش بس انه قصة عهد، المشروع هو عم يعني يستهدف لبنان بشكل اساسي، وبالتالي الكل مأزوم نكون واضحين. اليوم الكل مأزوم، سياسيا الكل مأزوم، ما حدا في يقول والله انا عم بتطلع بالعهد ليش غير مطارح او غير شوارع او غير اتجاهات سياسية مختلفة عن العهد، هي مرتاحة بواقع وبشارع مش مرتاحة. لا بس التوجه دائما القصف بمكان واحد، صح هذا يعني. بالقصف السياسي، لكن عم نحكي على ارض الواقع الجماهير يعني. على ارض الواقع الجميع مأزوم، والدولار اليوم مش الدولار بيستهدف الناس اللي بتأيد العهد اذا طلع، والناس اللي ما بتأيد العهد انه ما مرتاحه. لا بس هوليك بيجي الدولار المسؤولين بيجيوا العهد مسؤوليه صح. هذا علو الدولار العهد. اول شيء اذا عم نحكي عن الرئيس عون، ذكرتيني بشيء حابب اقوله. اول ما اجى الرئيس عون وصل على الرئاسه بيقوم بيجتمع بيجمع كل المصارف والمصرف المركزي والى اخره، بيقول لهم انه بدكم تبلشوا تعتمدوا طريقه عدم ربط استقرار الليره بالدين العام. ظهروا كلهم وجوههم صفره من عنده، انه هن شو سياستهم هي استداني. من سنه 98 لليوم اذا بدك من 98 انا حسب ما بتذكر يعني من 98 لليوم اكثر حدا كان مناهض لهذه السياسه النقديه وسياسه الفوائد اللي دفعنا 27% زياده عن معدلاتها العالميه الطبيعيه بلبنان، ولكل سياسة الاستداني ولكل سياسة الفوائد وللهندسات المالية
اوكي، مين اللي كان مناهض لها؟ كان مناهض لها رئيس عون. وبالتالي اليوم 93 مليار دولار اللي اندفعت فوائد دين عام بلبنان هو ما كان ضمن هيدي السياسه، وما كان مش هاي المعادله ما انه مشارك فيها. فاليوم بس هيدي المعادله انفجرت، كان بدها توصل لمحل بدها تفقع خلص، كان اشعه كثير منيح. وهيدي بموضوع، وخاصه لما انعملت الهندسات الماليه، وكانت الهندسات الماليه مؤشر انه البلد دخل بالخطر الكبير. وبالتالي اجى التوقيت السياسي واجى التوقيت التنفيذي بهذا الوقت. اوكي طيب، اليوم المؤشر لتغيير هذا الموضوع، طرح الرئيس عون للتدقيق الجنائي استعمل بمكان تاني، اوكي ادى انه الدولار ارتفع. اي اشكال سياسي بيصير بموضوع انه تأليف الحكومة كان عم كمان يستعمل الدولار بالسياسي، استعمل الدولار السياسي باكثر من مكان. لكن بنفس الوقت كمان ما في مشكلة اليوم انه شو اليوم صلاحية وسلطة الرئيس اليوم على السياسة النقدية وعلى المجلس المركزي بالتحديد؟ هل اليوم اذا طلب منه انه شيل مليارين دولار وتعي خي تعي بدنا نصلح موضوع الكهرباء اللي هو بيكلفنا مليار دولار، بدنا نروح نلزم شركات نعمل الكهرباء ونعمل ضربة ثقة للداخل اللبناني، لأنه نحن استعملنا 80 مليار دولار بالسابق. يعني حد ما عاد يقول لي اليوم إنه ما أنا عم حافظ على الودائع، ما نحن من الأساس ما حافظنا على الودائع. طيب هيدا اليوم مش موجود، نحن عم نعيش ببلد كل البلدان اللي حوالين منا في شخص بياخذ القرار بيتم التنفيذ، لبنان البلد الوحيد اللي ما في شخص واحد يقدر ياخذ القرار. وهيدا بيرجعنا لشيء أنا دائما بينتقدوني عليه لما بقول إنه نظام الطائف خلق لنا مشكلة اقتصادية كتير كبيرة، لأنه طرح مشكلة قرار ما عطانا قرار اقتصادي وفصل السلطات بشكل كتير كبير، وصلنا بمرحلة حتى بتعرفي لما نعمل المؤتمرات الدولية بمؤتمر باريس واحد مش قالوا انه لبنان اجا 6 مليار دولار؟ هو 6 مليار دولار كانوا عبارة عن 9000 مليار ليرة اتدينوا لبنان من المصارف الحكومة اللبنانية، من المصارف اللبنانية بفايدة 1%. وبالتالي انت حتى لما كنت بدك تتديني من الداخل شو كان بدك؟ نعم. بدك قرار خارجي. نعم. أنا لح أخذ بريك ومن ثم نتابع، سنتحدث عن الوافدين، عن الحركة السياحية وكيفية خلق مبادرات تقدر تخلينا نقاوم ونستمر. بريك ومنتابع. معكم حلقتنا لليلة من ضروري نحكي، وبشرفني عن جديد رحب بضيفين عزيزين، السيدة سكارلات حداد الزميلة الصحفية والباحث في الشؤون الاقتصادية الأستاذ زياد ناصر الدين. أهلا وسهلا فيكم. عشان بدنا ننتقل شوية هيك على شوية أشياء إيجابية عم نشوفها. أستاذ زياد، الأرقام ذكرت شاشة الجديد من يومين أو الأسبوع الماضي أرقام صادمة عن الوافدين، كيف بتفسر هيدا الشيء بظل كل ما نعيشه رغم التخويف؟ وبتعرف نعمل حملة انه ما تجوا على لبنان وشو جايين تعملوا بلبنان وكذا، هل هالشيء فاجئك انه مزبوط في 10,000 شخص عم بفوتوا على لبنان؟ انا بعرف في اكثر من 10,000 يوميا عم يدخل الى لبنان، وانا ما بتفاجئني انه الروحية اللبنانية، اللبناني معلق ببلده. هلا في نقطة كمان بهالمشهد السوداوي، انه نحن بحالة كورونا والتعاطي مع كورونا يمكن وضعنا افضل بكتير من غير مطارح، فهذا شجع اللبنانيين انهم يجوا اكثر لهون على الداخل اللبناني. ايه هيدا يعني الكونفينمون هون اسهل بكتير، وبنفس الوقت هيدا بيلعب يعني بيكون في له دور ايجابي بكتير من المطارح، ذكرتيها انت بالمقدمة، واهميتها انه بتتعلق بموضوع السياحة الداخلية. انا اللي بدي اقوله، تركيا لما صار عندها مشكلة اقتصادية كبيرة شو راحوا عملوا؟ شجعوا الناس يجوا لعندهم، مظبوط، لأنه عندهم أماكن سياحية مهمة مميز. وبالتالي قعدوا اشتغلوا دعموا السياحة، دعموا السياحة يعني دعموا المطاعم، دعموا كتير من الفنادق. ليه؟ ليسهلوا دخول هاي السواح، لأنه نحن مصادفي السواح تعولنا اليوم هن المغتربين اللبنانيين المنتشرين اللبنانيين اللي بدك إياه. سهول اليوم بيلعبوا دور كبير بالداخل اللبناني، لأنه المغترب اللبناني هو إذا بدك قوة الاقتصاد اللبناني بشكل أساسي، كانت من الأساس
انه دائما كان يجي اموال من الخارج الى الداخل، هذه الاموال كانت هي عم تلعب صمام الامان، كانت عم تلعب الدور الاساسي بالاحتياطي او تعمل استقرار نقدي. هلا للاسف تعاملوا مع المصارف بطريقه سلبيه وبالسياسه النقديه والحكومات المتعاقبه، لكن اليوم شو في افق بهذا الموضوع؟ في اليوم في منشوف انه المطاعم حركتها احسن بكثير من قبل. هلا رغم انه المطاعم بالنسبه للي معه دولار يعني تعتبر انها رخيصه، في امور تانية بتتحرك مع القطاعات السياحيه بتصير تشتغل معها، ان كان السيارات ان كان الفنادق ان كان بعض المحلات الصغيره المتوسطه صحيح. هلا هيدا المزارع بيستفيد، بس كمان بدنا نقول شغله بنفس الوقت عم نحكي اقتصاد، هلا انه كمان بيزيد الاستهلاك يعني كمان هم بدنا نضطر انه لانه نحن ما بننتج هون بالداخل، انه في كمان بده يزيد شوي الاستيراد لانه في امور بدك تلبيها. هلا هل بيكون هذا انه قدوم السائح اللبناني بيساعد لقدوم المستثمر اللبناني لنروح نحن مقدمين له شويه تسهيلات للاستثمار بالداخل اللبناني ولنعمل هالمشروع، يعني نرجع نقرب التعاطي بين المغترب وبين الداخل، خاصه ما في ثقه يا استاذ زياد، كيف بدك تبني له ثقه؟ ما في ثقه بمؤسسات كان يحط فيها قبل. لكن اليوم نحن ما عاد فينا نستورد $1.5 مليار كل سنه مواد غذائيه، صح؟ مزبوط. ما عاد في، بس فينا نحن نبلش ننتج بالداخل. اوكي، بس لا تنتج ما بدك مصاري وبدها وقت. لا ما بدها وقت، هلا هيدي كلمه الوقت هي دائما اللي عم يلعبوا عليها. الاستثمار الداخلي، الاستثمار الداخلي بمعنى اولا في عندك انت مجموعه مصانع، بدي اعمل معمل حليب انا، مجموعه مصانع في بالداخل اللبناني، مجموعه مصانع لا يستهان بها. كانت اول شيء العقليه اللي عم تنشغل انه الواقع الصناعي بلبنان انه هو بس لازم يصدر. هلا اليوم الواقع الصناعي بلبنان بلش يلاقي انتاج بالداخل. مشكلته اليوم هو بمواده الاوليه ودعمه. رح اعطي مثل انه اليوم دعموا صلي غذائيه ب $470 مليون ما وصلت للناس. اليوم الصناعه بلبنان لتعمل، وهي دراسه موجوده، وزاره الصناعه بوزيره وبفريقها الموجود من الوزير للمدير العام للفريق اللي عنده، عملوا دراسه كامله متكامله موجوده بتقول انه الصناعه اليوم تحتاج الى دعم وتحفيزات ب $300 مليون بتنتج $1.2 مليار بالداخل اللبناني. هاي ما بيعملوا، ما بيعطوها للصناعة، بس بيروحوا عاطين $470 مليون دعم لصلي غذائي ليظهروا لبرا وما نستفيد منهم. هذا اللي كنت عم بقوله انا بافريقيا بغض النظر، لكن اللي عم بقوله انا انه لا، في اماكن ثانيه، انه مش الموضوع مسكر، انه نحن بدنا نستفيد. هذا اليوم المغترب اللي جاي، مش انه اذا اجى عرفتوه مغترب بنروح نحن نرفع الاسعار وبنصير نطلع كل خسائرنا السابقه، لا، نحن بدنا نشجعه يضل يجي على مدار السنه. نعم. على مدار السنه. بس هذا اليوم كمان يعني ضمن المشكل السياسي. نعم. كمان هذا الواقع الاقتصادي ضمن المشكل السياسي. كيف بتقدري تعطينا تفسيرك لهذا العدد اللي عم بفوت، وهل صدمك الرقم؟ لا، انه اكيد انبسطت بالرقم، صدمني ايجابيا، يعني انه هيدا شيء. اول شيء هيدا بيدل قديش اللبنانيه بعدهم متعلقين ببلدهم، قديش نحن قيمنا بعدها موجوده، يعني اللبناني بحب عائلته، هيدا الفرق. قد ما عاش برا بضل يجي، بده يجي على ضيعته وعلى عائلته اصلا اللي بيكون عنده بعد اهل هون. انه بالعكس هيدا لبنان، هي ميزه لبنان، بعده لبنان اتراكتيف، يعني بعدها حابين يجوا على لبنان، ومش بس كلهم لبنانيه مغتربين، في بيناتهم يعني اللي بيعرف اصحاب اللي عايشين برا بيجوا، كلهم بينبسطوا. يعني ما بدنا دائما نقول انه لا هيدا البلد خلاص فاشل ما بقى في شيء، لا، بعد في الاهم ايه الصور، لانه هلا الموضوع. ما شفتي الحمله اللي انعملت ما تجي على لبنان؟ بعرف، وانا عم شوف الاعلام هلا مثلا اهم موضوع اذا بتكبي انت بشي جريده اجنبيه ان كانت اوروبيه ولا امريكيه، همش البنزين. لا تعوا احكوا، لازم تحكوا عن معاناه اليوم يوميه للبنانيه. انا كل المقالات بتحكي موجوده، بس مش بس هيك، بعد في كمان، بعد في العيله، بعد في البسط، بعد في تروح على المطاعم، بعد في صحيح مش كلنا قادرين، حتى اللي مش قادر كثير بضل يقدر على طريقته، يعني يعمل شيء مع المغترب. انا بعتقد حرام نحن يعني بس نشوف الصوره البشعه ببلدنا اليوم، لانه بعد في شيء منيح وفي شيء ما منيح. طبعا قد ايه معدل اقامته تقريبا المغترب بالبلد برايك؟ هلا بتروح بين الشهرين او بين شهر لا، في منهم ثلاث اجماع يعني
شهر إنو... بس هذا بيأكد أنه شوف المغتربين السنة الماضية دخلوا 6 مليار دولار على البلد. تعرف أنه ما في ولا أوتيل تنفله وبيطلع فيه محل يعني صح. كمان هيدي شيء حتى بالمناطق يعني سدالية بشمال بجنوب ليش نحن بحاجة لضبط بموضوع الدولار؟ منيح كتر خير الله. ليش نحن بحاجة لضبط بموضوع الدولار؟ لأنه ما هذا القطاع السياحي بيكون هلأ عم يتحرك، إذا بقي الدولار يرتفع بيصير عم يخسر. مزبوط. فنحن شو عم نقول؟ عم نقول أنه تغيير، إذا بده يصير في اعتذار حكومي، إذا صار في تشكيل سريع ممكن يعني من بعده، إذا بصير في يعني تسمية رئيس حكومي يعني لا عم بحكي تسمية رئيس حكومي بشكل سريع حتى يعني يعطي شوية نفحة ولو كانت حكومة انتخابات، بس على القليل انه يصير في اتفاق لضبط واقع الدولار، لانه اذا عملوا حكومة انتخابات قد يضطروا كل القوى السياسية تقول انه لازم يصير في ضبط لواقع الدولار، لانه طالما هالدولار عم يرتفع يعني في خسائر انتخابية كبيرة كتير جاي قادمة. ما حدا يراهن انه بعده الموضوع مثل قبل، لا ابدا، ولا حدا يراهن انه ما بعرف انا اذا بعد في قوى سياسيه ما تمدي حتجيها شنط مصاري بشكل هائل وتخوض الانتخابات. انا بستبعد هذا الموضوع، وبالتالي اليوم انا ما بستبعد، انا ماني موافقتك، ما بقى يا معاش يجيوا مثل قبل مليارات، ما بقى عايزين مثل قبل مصاري اللي لك الصوت اللي كنت تشتري ب 100 دولار اليوم تشتري ب 100,000 للأسف يعني. حرام هذا يعني جوعوا الناس لدرجة خلوها إنه هلأ إذا بتزدت له 500,000 وبتقوله روح انتخب فلان لح يقول لك هيدا الشخص لح يعطينا الخمس، ما بعرف قديش بعض الناس هيك إنه ما بعرف يعني مش قادرة أقشعة، ما بعرف إذا قادرة تقشعة أو ستسكالات قادرة تقشعة. هل قد لح يكون في اللبناني لح يرجع ينتخب لقاء مصاري؟ يعني من بعد تشارين ما بعرف، بس الحاجة كبيرة يعني ما فينا ننكر هالشي. من بعد تشارين في صورة جديدة بالمنطقة، في 4 طاولات مهمين عم بيصيروا اليوم بالمنطقة، طاولة اللي عم بتصير بفيينا، نعم، قلت هول 4 طاولات على فكرة لهم تأثيرات اقتصادية على وزير الخارجية محمد جواد ظريف الإيراني طلع انه في حل سيكون قريبا لموضوع العقوبات اللا قانونية، لفتت لي نظري على يعني مش كلهم يعني مش كلهم يعني بمعنى في 4 طاولات عم بيصيروا بالمنطقة. الطاولة الأولى عم بتصير بفيينا، هي عم تمشي بال10% الأخيرة واللي هي أصعب شيء، بس هذه لها تداعيات اقتصادية على لبنان كبيرة. في طاولة عم بتصير ببغداد بين السعودية وإيران، كمان لها تداعيات اقتصادية كبيرة. لا بعمان. أي. في بسلطنة عمان أوردي في طاولة هي قائمة من الأساس، وفي الطاولة الرابعة إذا بدك اللي عم بتصير بالنقورة بجنوب لبنان. نعم. هاي كمان لها بعد اقتصادي كبير على لبنان. نتائج هذه الطاولات ما بتبين إلا بتشارين، بس المشكلة للأسف نحن بتشارين منكون عم نفوت بخضم المعركة الانتخابية، بالتالي هل حنضيع نحن فرص مثل ما ضيعنا فرص بالسابق؟ بعتقد ايه. نعم، انا بدي اتوقف من الحديث السياحي اللي بلشنا فيه لشوف الحركة شوية، لانه في حركات لمهرجانات بالمناطق اللبنانية انما محصورة. يعني قبل كنا نشوف انه بكل منطقة بلبنان نتعب، اذا بدك تروح على جنوب في مهرجان تطلع على منطقة ما نلحق تغطية حتى ما نلحق مناسبات، وعندك كل الاوقات ممكن تكون كانت انها مفولة الناس اكتيفيتي بيت الدين، كلنا بنذكر هالتفاصيل. اليوم عندك عندنا شغلتين ملفتتين، هن البترون وحركتها وحركه مهرجاناتها، والصبايا صاروا جاهزين، المسؤوله الاعلاميه بمهرجانات البترون يارا حرب وسيده نيكول وكيم فريحه كمان، اللي رغم كل الظروف بعدهم عم بينظموا بجنينه المزار بكفر دبيان المهرجان و المعرض، وعم بيشجعوا الصناعات اللبنانية، عم بيشجعوا الناس اللي هي بتحب انها تقدر تكون موجودة لتسوق بضاعتها. وبكل هذه الجرأة، وكمان في عندها خبرية عن البترون مدام نيكول، ولكن رح بلش مع يارا. مساء الخير لك. مساء الخير داليا، مساء الخير لضيوفي. مساء الخير نيكول. مساء الخير نيكول. مساء النور. مساء الخير. مساء الخير. يا أهلا فيكم. يارا، أي رفع اليوم بشكلها المهرجان بإنقاذ القطاع السياحي بالبترون اللي هي تعتبر هلأ يعني صار سموها العالم ميكونوس لبنان؟
أو ميكونوس الشرق البحر المتوسط. صحيح، البترول اليوم هي العاصمة السياحة إذا فينا نقول بلبنان، جدا بومينج، ومهرجانات البترول الدولية لطالما لعبت دور أساسي بنهضة البترول وباستقطاب السواح إن كان من داخل لبنان أو مغتربين. واليوم ما هل ما بدنا نسميه مهرجان لانه منه مهرجان كامل مثل ما قلنا بالعاده نعمل، بس هن هيك فستيفيتيز صغار او اذا فينا نقول شويه دعم لهالمواطنين وللسياحه بالبترون، وكمان لنزرع جو هيك اذا بدك من الايجابيه ومن الفرح وسط كل هالسواد اللي عم نعيشه بهالبلد. نعم، فبنجرب نضوي على قصص حلوه ان كان ثقافيه او رياضيه أو إن كان من ناحية الأفلام أو قصص فنية صغيرة، فمهرجاننا منوع السنة بين هيك أكتيفيتيز صغار. نعم، هلا رح نحكي عنه شوي أكثر بالأوقات تبعيته، إنما سأنتقل إلى سيدة نيكول. نيكول، جرأة كبيرة من بعد سنة الماضية والكورونا وانفجار المرفأ، إنه خصوصاً إنه المعرض يعني بفوت عليه آلاف الناس بكفر دبيان بجنينة المزار، جرأة كبيرة إنكم ترجعوا تعملوه، مش خيفانين كمان من دلتا أو عندكم إجراءات احترازية؟ شو الأصداء تبعيته؟ في إقبال من الناس اللي عم تاخد ستاندات؟ يا ريت بتخبرينا شوي أكتر عنه. السنة كمان يعني سنة الماضية كانت تشالنج لقلنا نقدر نفتح بنص الكورونا البانداميك اللي كانت بالعالم وبلبنان خاصة، ولكن كان عندنا معايير قدرنا نلتزم فيها والتزمت فيها العالم حتى يلي كانوا عارضين معنا، وقدرنا نستمر بهالموضوع. عندما صار في 4 آب وللأسف كمان ما قدرنا نستمر للآخر. نعم. السنة في إقبال جيد جدا رغم الصعوبات اللي عم بيواجهها البلد، ونحن كمان سهلنا الأمور كتير، يعني قدرنا نعطيهم مجال إنه يعرضوا فوق لمدة تقريبا شهر تنتفادى كمان هالتجمعات الكبيرة مع الإجراءات اللازمة، كمان نتفادى كمان تما نعدى وننعدى وتنفتح هالأمور كلها علينا. فايه متأيدين السنة أكثر من السنة الماضية حتى، والإقبال جيد لهلأ كتير منيح، إن شاء الله بس تسهل الأمور أكثر والبنزين يكون كمان متسهل تقدر الناس توصل لعنا على الجبل لفوق. نعم. وعلى البترون كمان لأنه المسافات تقريبا زيتها. نعم، نعم. نيكول رح تكونوا أنتم من 5 آب لا 29 آب تقريبا. نعم. 4 تقريبا أقل من شهر بشوي، مدينا قصد كرمال ناس ما تتجمع كلها سوا ب5 أيام، نحن بالعاده بنعملها على 5 أيام، ولكن قررنا انه نمددها هالسنه اكثر كرمال الناس تطلع ويكون عندها مجال تزور المنطقه كلها وما يصير في ضغط مثل ما كان يصير فيه بالسنين الباقيه. طيب، عندي بعد سؤال، قد ايه يعني عندك كميه مشاركين؟ هل عم بيكون في عائق مادي لاستئجار ستاندات؟ هل في ومن شو نوعيتهم العارضين؟ عنا أول شيء حرفيين يلي هن بيتواجدوا عادة تحت الخيمة، حرفيين كمان عم بيعانوا، ولكن أجار الخيمة أو أجار الستاند ما عم بيكون كتير غالي، وهذا الشيء نحن أصرينا عليه تنقدر نساعد ونساعدهم بالاستمرار تما نقطش هالريتوال أو هالعادة اللي عم تكون كل سنة بشهر آب يلي بيتزروها العالم. كمان عدد الستاندات ما قل، ولكن ما زدناه كمان تفاديا لهالامور كلها اللي لها علاقه بالكورونا. التنظيم بعده مثل ما كان، بعده بجنينة المزار، والاوقات كمان من 12 لل 9، وعاملين فود كورت كمان وفاتحين مجال ل كمان شقفه بباركينج الايجلو، هي تجمع رياضي فيه كثير اكتيفيتيز من الباسكتبول والفوتبول وهالامور هيدي، الناس كلها تطلع بتنشق الهواء نظيف بعد هالكونفينمان وهالحجر اللي صار كل هالسنين كل هالسنه بيتوها هلا السنتين السابقين. نعم، رح انتقل مع يارا ومن ثم رح ارجع اسالك على مشروعكم كمان مع جمعيه سطوح بيروت ب 28 تموز بالبترون، وهو بيكون هيك كماله لمهرجانات البترون. يارا، انتم شو عندكم تقريبا بهيدا الشهر من المهرجانات او من الايام؟ نعم، نحن مهرجاننا بيبدا هيدا الويكند ب 16 و17 تموز مع البير واين وسيفود فيستيفال يلي صار محطه سنويه بينطرها الجميع كبار وصغار.
كلها منتوجات بترونيه، ان كان البيره هي صناعه البترون، الواينريز يلي مشاركين هن كمان كلهم من البترون، والمأكولات البحريه من مطاعم البترون يلي بتشتهر بالمأكولات البحريه المميزه والطيبه كثير مثل ما كلنا بنعرف. وبهذا الايفنت مثل بكل الايفنتات اخذين كل معايير السلامه، يعني رح يكون في تنالات بويكرز تكرمال العالم نطهرها قبل ما تفوت، ورح يكون في كمان نحن جابرين الجميع انه نحطوا الكمامات، ورح يكون في اكيد اتباع لكل معايير السلامه، وفي سكيورتي وفي انترتينمنت شو بالليلتين، وهيدا الايفنت صار بيقصدوه يعني الجميع. فعلى مين البترون رح يكون ب 16 و17 ومن ثم بتعطيني الداتات البقوي لاقدر انقل لعندي كول؟ طبعا ب 23 24 و25 تموز رح يكون في لوكال ديزاينرز اكزيبيشن عاملينها خصيصا لتشجيع اولاد المنطقه من حرفيين، رح يعرضوا كل منتجاتهم يلي مميزه جدا باسواق البترون القديمه، ورح يكون كمان في محطات انترتينمنت للاطفال، فبتجي العائله من صغيره لكبيره كرمال هيك يستمتعوا بشوارع البترون، وكمان يشتروا ونقدر نشجع هاد ديزاينرز من البترون. بيرجع بين 15 اب ل 5 تموز رح يكون في ثلاث 15 ايفنت. اب ل 5 ايلول اوكي نعم. رح يكون في ثلاث ايفنت اول شيء رح يكون في فوتوغرافي اكزيبيشن باي فارس الجمال المصور، نعم، ورح يكون في بينترز اكزيبيشن كمان، نعم، اخترنا من الرسامين تيعرضوا ابرز لوحاتهم واجملها، وراح يكون في بيجست اس يو بي تور ان ذا ميدل ايست، راح يكون على خليج البحصة. اس يو بي بس توضح لانه في كثير عالم عم يسالونا عنها، هي ستاند اب بادل يلي هي بالعربي الحسكه اذا فينا نقول، نعم، وراح ينكتب اسم البترون نعم مع كير بخليج البحصة. راح يكون ايفنت كثير حلو، بس بعد ما حددنا الديت لانه ناطرين الطقس، نعم، لازم يكون الطقس حلو والبحر. رح انقل لسؤالي الاخير او سؤالين، كيف بتساهم هالحركه بتنشيط الدوره الاقتصاديه على صعيد خلق فرص العمل نيكول، وشو يعني باترون يونيون؟ باترون يونيون هو مبادره مع سطوح بيروت، انطلقت السنه لاول مره بالباترون، تجمع اكثر من 50 عارض من حرفيين ومن كونسبت ستورز وديزاينر وترند سيترز، كلهم مجموعين تحت بساحه واحده تا ينقذوا اذا بدك شوي الاقتصاد، ونحرك هالاقتصاد اللي واقف له فتره ونساهم باستمراريتهم. رح يبلش ب 28 تموز لها اول اب، نعم، الساعه 6 للساعه 12، نعم، رح يكون في كمان بروجرام، رح يكون في صبايا وشباب منطلقين بمجال الفن، رح يكون عندهم اوقات معينه رح نعلن عنها على السوشيال ميديا وعلى الاعلام، بيعملوا فيها البرفورمنس تبعيتهم على الستيج، سو رح يغنوا، عم نعطيهم مجال انه يبرزوا بمجال الفن على منصه باترون يونيون، وبندعي الجميع انه يجوا ويشوفوا ويشجعوا هالمبادره مع سطوح بيروت اكيد، ومع هالفنانين اللي عم بينطلقوا، والحرفيين والعارضين يلي عم بيكونوا عم بيجربوا وعم بيحاولوا انه يكملوا بمسيرتهم، وكمان يجملوا قصه الباترون، يعني حتكملي كمان للفستيفال اللي عم بيحكوا عنه بالباترون، لانه مساقبين الداتيه مساقبين التواريخ كمان بيكملوا بعضهم، سو ما في بالعكس في كمالة لاخر شهر تموز. وكمان انا بحب الفت النظر انه نحن رح يكون عندنا ستاندات كمان بتشجع الشباب اللي هن ما دون 22 سنه، واللي يكونوا هيك كم ستاند ستارت اب هيك عاملين مثل مباراه صغيره لحتى ننقيهم ونقدم لهم ستاند بالتعاون مع نيكول وتنظيم مونكي. انا بتشكر حضوركم، وعلى امل انه يكون كل هالشيء اللي عم تعملوه بيجيب هيك نفحه أمل إلى المناطق اللبنانية، وبساعد الناس تطلع وتتمشى وتكزر وتاخد أولادها من دون ما تتكلف كتير، على أمل مثل ما قلتوا أنه البنزين يكون مأمن والعالم تقدر تصيف بفرح ورواء شوي. لح أخد رأيك، يعني بس تسمعي بهذا الشيء بتحسي أنه مثل ما بيقولونا أنتوا اللبنانية مفصومين، ولا هل هالشيء ضروري؟
لا انا بعتقد انه هيدا دائما موجود فينا، ونحن مش ناطي غير انه يطلع، انه تعطيه نتفه دغري، اذا بتعطيه فرصه صغيره للبناني دائما بيبدع، دائما عنده افكار، دائما بيلاقي طريقه ليستمتع بالحياه. انا بعتقد هيدا الشيء ما رح حدا يقدر يغيره. نعم. هيدا اللبناني، هي سمه اللبناني، لو شو ما كانت الايام صعبه والظروف صعبه، هيدا دغري ناطر نتفة تفتحي له نافذة صغيرة لحتى يرجع يطلع. وكتر خير من هالصبايا هالستات، يعني اللي عم بيرجعوا نوع من الأمل، نوع من لبناني اللي نحن منحبه، لبنان القديم، نرجع نعيش. نعم. أنا بوجه تحية كمان لسيد فياض المسؤول عن مهرجانات البترون السياحية، يعني لكل الناشطين للبلدية بفقرة بفرد بيان بمناطق البترون اللي عم بتحاول أنها تخلق نوع من فصحة هيدا الامل مثل ما بنقول والراحه. في عندي سؤال سريع، كيف بتشوفي العالم اللي بتنقل على الانستغرام فرحها وبذات الوقت اول وحده بتنتقد وبتوجه سهامها بالمكان الغلط وبتقول انه يعني بتشوفيها باوقات كثير كثير مبسوطه وقادره عندها القدره، وهي اول الناس اللي بتوجه الانتقاد للبلد وبتقول للناس انه ما تجوا على البلد، كيف بتشوفي هيدا الشيء؟ يعني شو بدي اقول لك هلا، هن يعني للأسف هالبلد يعني يمكن نحن ما بنعرف نحبه كفاية. للأسف نحن كل واحد إذا ما كان لبنان مثل ما هو بده إياه، مثل ما هو بيحلم فيه، يعني صار ما بقى منيح وصار ما بقى يسوى وصار بينتقده. شو بدي أقول لك، يعني نحن ما عرفنا كل هالسنين نفتش على صورة موحدة لبلدنا، ويمكن هيدا غنى. لبنان مختلف، ايه لبنان في عنده صور مختلفة ومجتمعات يمكن مختلفة وكل واحد عنده طريقته، بس انا بلاقي هيدا الشيء غنى. للأسف نحن اليوم مبرمجين لحتى نضل نفتش كيف بدنا نختلف، كيف بدنا نكره بعض. يعني نحن علينا نعمل العكس تمام، لانه بالنهاية قدرنا واحد وهيدا البلد لقلنا كلنا. نعم. استاذ زياد، الدول اللي انهار اقتصادها مثل كيف رجعت قلعت؟ شو أهمية دعم الأعمال الصغيرة اللي كنت عم تحكي عنها بداية الحلقة والمتوسطة؟ وإذا بدنا نرتب هالقطاعات من وين لازم نبلش نحن لحتى نقلع بظل الغياب الكامل لقدرة الدولة على الدعم المالي؟ نحن أزبطنا رح ينكتب عنا كتير لاحقا ورح ينحكى كتير عنا، لأن أزمة ما بتشبه أزمات دول انهارت. يعني إحنا منا فنزويلا ولا اليونان برأيك أبداً؟ لا لا مش هيك، يعني لأقول نحن عنا أزمتنا بتشبه أزمة صارت بأكتر من دولة بس إجوا بنفس الوقت. في أزمة صارت باليونان، أزمة صارت ببلغاريا، وفي أزمة صارت بالأرجنتين. وبالتالي أزمة اليونان كانت صارت أزمة ديون داخلية وثقة، الأزمة اللي صارت ببلغاريا كانت أزمة سيولة، الأزمة اللي صارت بالأرجنتين أزمة تخلف عن سداد الديون الخارجية. نحن جمعناهم كلهم سوا. يعني هناك الأزمة اللبنانية ستنطرح في أي دولة إذا صار عندها أي أزمة، ضيفي عليها نعم حجز الأموال المودعين بالمصاريف. نعم. الحالة النقدية بس هاي ساقط باليونان، بلد انبلغ صارت هاي ساقط باليونان. عمول ضيف له ثلاث أزمات هيدي الأزمة. هلا اليوم مين بده يخطط ليطلع من الأزمة؟ خليني بس أكون هيك أحكي بصوت عالي، هل نحن نمتلك فكر واحد ليقول والله أنا طلعت من هالأزمة بتعمل واحد اثنين ثلاثة؟ لا والله صار لي سنتين على هالطاولة بس كل حدا بقدم لي أزمة حل على طريقته. ولا مرة كان في حدا متفق على أي. لهذا السبب نرجع منقول الأزمة السياسية وأزمة الحكم ما عاد فينا نعمل تسويات ظرفية لنطلع هاي الأزمة، ما بتمشي التسويات الظرفية فيها. ومش انه يلا بنقعد هلا على الطاولة شباب نحن صرنا نحب بعض بدنا نحكي مع بعض بنطلع من الأزمة، لا هي ما بتمشي هيك. نحن عنا عدة أمور بدنا نشتغل عليها. أولا بدنا نحكي بالواقع الإنتاج الداخلي، بدنا خطة إنتاج داخلي. نحن كنا عم نستورد ب 22 مليار دولار بالسنة، عم نصدر ب 2 مليار، يعني بمعنى خللنا كان كتير كبير. هذا الخلل اليوم لما بتقولي انه نحن حاجتنا دعم لمواد اولية ولتقديم تسهيلات للانتاج الداخلي ب 2.5 مليار دولار، بوفر كنت 11 مليار دولار هيدا الاستيراد. لما بنحكي هيدا الرقم تعرفي على مدى 10 سنين يعني قديش بنكون وفرنا 110 مليار دولار، يعني هو اموال المودعين. يعني فكرة انه نحن ما فينا نرجع اموال المودعين، لا فينا نرجعها، فينا نرجعها. وبالتالي لما بتشوفي مثلا بس بهي خطه واحده عم نقول 2 مليار اذا دعمت فيهم انا مواد اوليه بقدر انتج 11 مليار،
يعني هاي قديش قيمتها قديش مهمة، ما بعود بستوردهم من برا. هاي أول نقطة. النقطة الثانية، لا بدي روح أعمل ضغط شعبي، وأنا من عندك بدي أقول من هون. أنا بالفترة من يعني الأسبوع الماضي كان التقيت بفخامة الرئيس، وأنا دائما يعني كل فترة وفترة بحرص إنه التقى فيه. ونحكي معه وبحكي معه بعد التقي وبحكي معه لأنه في أمور كتير مهمة، وحكينا بكتير مطولا بموضوع النفط والغاز، وحكينا بكتير من التفاصيل اللي بدي أقوله بهذا الموضوع. بس بشكل مهم، نحن صار واجب علينا نعمل ضغط لأنه بدنا نعرف شو مصير النفط والغاز. مين نحن؟ بمعنى خليني اقول كل حدا مهتم لانقاذ انت وانا احنا مفروض فينا نعمل ضغط، لا وكتار مثلنا، كل حدا مهتم انه النفط والغاز نحن ناكد وجوده بقعر البحر لازم يعمل هيدا الضغط ويقول للمجتمع الدولي بكل صراحه ولاي وفد بيجي من الخارج انه نحن بدنا تسريع بموضوع التنقيب بالبلوكات 4 و9. انا بشكرك على اثاره هذا الموضوع بهذه الطريقه الجديه من اول حلقه، وبعتبر انه هيدا الشيء هو من اكثر الاشياء الحريص عليها فخامه الرئيس، لانه بيعتبر انه الفتره اللي قطعت هلا كمان انه كانه العلق كانه عم بتنسي الناس عن اهميه هيدا الشيء وتغضي لهم نظره انه انتم عندكم ثروه بقلب البحر، في مين كبس لكم عليها مثل ما كبس لكم على اموالكم؟ لانه هيدي لا؟ هيدي هي مرتبطه، هي مرتبطه بالعامل الخارجي. النقطه الثالثه ناخذ قرار، انت عم تساليني شو في حل بالافق. نعم. النقطه الثالثه بيؤخذ قرار بوقف طبع الليره اللبنانيه، لانه طالما عم نطبع ليره طالما الدولار بده يرتفع، بس يوقف طبع الليره شو بيعني؟ بيعني انه بده يصير في بالانس بمطرح، توازن بمكان معين. ما عاد الدولار كيف عم كيف بيطلع الدولار كيف بيطلع؟ بس بدك تشتري، وشو عم تشتري؟ عم تشتري عم تبدله من السوق السوداء. شو عم تشتري؟ بالليره. بالليره اللبنانيه. انت لما توقفي طبع لما توقفي طبع بتخفف، بالتالي هاي يعني عم نحكي نحن باجراءات بتؤخذ، انه عم تحكي باجراءات فوريه، في اجراءات على مدى قصير في اجراءات على مدى طويل. هيدي نقطه. النقطه الرابعه بدنا نقعد نتفق على مجموعه خيارات اقتصاديه جديده. انا حاطلع مبادره من عندي. بس مين بده يقعد؟ يعني بده يقعد هلا الموجودين بالحكم، يعني او بدنا نقعد احنا كلبنانيه كافريقيا مختلفين مثلا. انا حقول لك شغلي، مش نحن هلا كل واحد بيقول انه هو عنده علاقات برا ومع دول تانية وعنده امكانات، رئيس الحكومه البدوي لازم يكون عنده علاقات دوليه لحتى يقدر يجيب لك مصاري. ما في مشكله، خلينا نعمل ورقه اقتصاديه. انا بدعي لمؤتمر طيب انقاذ اقتصادي. طيب رئيس عنده علاقات دوليه يجيب مصاري؟ لا خليني كمان، انا بدعي لمؤتمر انقاذ اقتصادي نحط فيه ورقه نحدد شو هي نحن اولوياتنا اللي بحاجه لها بالانقاذ الاقتصادي. ما داعي الرئيس 100 مره وعمل اجتماع لكرمال الانتاج. لا لكمل لك ليش، لكمل لك ليه. وكل مين بيقول انه هو بيقدر بهيدي الورقه يجيب للبنان مشاريع تنقذه، ان كان على طريقه البي او تي او اي طريقه توفر على الدوله اللبنانيه وترجع تعمل لها انقاذ اصلاحي بملفات اساسيه عم تستنزف كانت الماليه العامه بلبنان، منا الكهرباء، منا سكه الحديد، منا دعم الصناعه، منا الاستثمار بالمرافق. هون في هون بيدخل المشكله الاساسيه اللي نحن عم نطرحه واللي نحن اختلفنا فيه مع كثير من الناس، انه نحن لما طرحنا موضوع وقلنا تنويع الخيارات الاقتصاديه انطلاقا من الشرق، وشفنا انه بالشرق قادرين نعمل علاقات كثير مهمه، وبالتالي المشرقيه الاقتصاديه اللي طرحها رئيس الجمهوريه اهميتها وين؟ ان عم تفتح أسواق تبادلية بين أسواق اقتصادية نقاط الضعف فيها هي نقاط قوة باقتصاد تاني. يعطي مثلا، يعني نقاط الضعف باقتصادنا نحن هي نقاط قوة باقتصاد سوري وعراقي، ونقاط الضعف بالاقتصاد السوري والعراقي هي نقاط ضعف بالاقتصاد اللبناني، وبالتالي في فرص كتير مهمة، في فرص كتير مهمة بهذا الموضوع، خاصة بمواضيع اللي بتتعلق بالنفط، بمواضيع الكهرباء، بمواضيع في شغلات كتير مهمة. على فكرة بتعرفي بكرة حتبين انه اسهل موضوع للحل بلبنان هو الكهرباء. طيب
بس لحظة بس هون بدي أعقب شغلة بس تفضلي عقبة لا بدي أقول إنه النفط العراقي مع أساس إنه مضينا أنا بقول لك شو صار لليوم وعم بحكيها بكل وضوح اللي مانع إنه النفط العراقي يدخل إلى لبنان بعد ما تم تسديل كل العقوبات كل العقبات من أمامه واللي هون كمان في كان دور كتير مهم للي وقع بس إبراهيم بهذا الموضوع اللي صار إنه كارتلات الاحتكار اللي عم تستفيد بموضوع النفط بهيدا الموضوع بشكل أساسي واللي عم بتحقق مئات ملايين دولارات كل سنة هي عم توقف المانع الأساسي بهذا يعني المشروع إنه يمشي داخلي أنت برأيك ما في إيعاز خارجي إنه لا وقفوا شوي مش هو ذاته الإيعاز اللي ما هو هذا اللي شغل الإيعاز الخارجي اللي بيوقف من العراق الإيعاز الخارجي اللي وقف من العراق ما هو عم بيحامل الكارتلات هون بالداخل ليش هالكارتلات اللبنانية الكبيرة مين حاميها اللي عم بيقولوا لنا اعملوا اصلاح من برا معلي بس انا بدي اعطي مثل صغير بموضوع الاصلاح تخليك الاموال اللي خرجت من لبنان راحت على غير دول كيف راحت مش عبر بنوكي مراسله هل بنوكي المراسله موجوده بالغرب ولا موجوده عنا موجودة بالغرب يعني هني شافوا الأموال ظهرت من لبنان أنا رح كمل هيدا الحديث لأنه مضطرة فوت على المداخلة وعندي سؤال لإلك بخصوص الشيء اللي حكيه عن موضوع الشرق يجي لعنا بس تنويع الخيرات بس هل هالشرق رح يجي لعنا وليه ما عم يجي وليه الروسي ما بيكون عنده إعاز إنه يجيب السواح تبعوله مثل ما بيبعتهم على مصر وليه الصيني من بعد ما تخلص الكورونا ما بيكون عنده إعاز مثل ما بيروحوا على أوروبا إنما هيدا السؤال لإلك بعد جون كلود مداخلته بعد البريك مساء الخير لك استاذ جون كلود امين سرنا قابل شركات تاجير السيارات هل ما في ولا سياره تقدري تستاجريها مساء الخير عم تسمعني ايه عم تسمعك يا اهلا فيك سريعا شو هو التهديد اللي عم بيواجه اليوم قطاع تاجير السيارات اول شيء تنكفي بالايجابيه اللي مبلشين فيها بالحلقه نعم بحب أقول مثل ما قالت مدام سكارلت هلا ما في سيارات الحمد لله هي شيء حلو عن جد يعني صرنا سنتين كنا ناطرين هالفترة اللي عم نقطع فيها في لبنانية كتير اجوا من برا بالفعل شيء بيكبر القلب اجوا بظن يعني اغلب الظن دعم للشعب اللبناني نعم. فهذا الشيء الايجابي اللي رح نبلش فيه هلا الاشياء اللي عم تهدد قطاع تاجير السيارات مثل كل شيء بالبلد يعني الارتفاع اللي هو ما له علاقه نهائيا بالاقتصاد بالعوامل الاقتصادية الارتفاع الدولار اللي عم تتحكم فيه منصات خارجية هيدا أكبر تهديد لقطاع تأجير السيارات نحن مثل ما بتعرفي صار كل الاكسبنسز كل المصاريف التشغيلية تبعولنا كلها مندفعها بالدولار من التأمين لقطع الغيار للصيانة للدوليب لحيالله شيء فالكلفة اللي علينا عم تكون مرتفعة هنا في شغلة بس مدام داليا بدي أقولها من سنتين لهلأ نحن كان القطاع تقريبا فيه بيحتوي شي 22 ألف سيارة تأجير هلأ نحن صرنا للأسف يعني 10,000 تقريبا بين 9,000 و10,000 سيارة وهيدا الشيء اللي بيفزع هيدا الشيء اللي إنه صرنا سنتين دفعنا حقه كتير نتمنى هالشهر تفضل بتمنى انا كمان انه هالشهرين نتمنى بهالشهرين عن جد تكون يعني بالمبدا مثل ما هي ماشي الامور يعني على حيكونوا جرعه اكسجين للقطاع تيضل مستمر وتنقدر نقدر نكفي للسنين اللي جايه يعني هيدا كان ضروريه هالصيفيه تكون هالقد تقطع بخير ان شاء الله تكفي هيك لانه نحن بحاجه يعني لهالجرعه الاكسجين نعم انا يعني بحب استطرد اكثر بالحديث انما لضيق الوقت ما لح فيه الا اتمنى لكم ان شاء الله يكون الموسم خير وكمان بتمنى على كل الناس يعرفوا انه نحن اليوم منا بعالم ثاني نحن اليوم عم نحاول نشجع كل القطاعات لحتى نقدر نقاوم بطريقتنا لحتى نقدر ننتج اكثر تسعيرتكم سريعا تسعيرتكم عم تتبوا على الدولار جون كلود
هلا مؤخرا ايه صرنا عم نأجر الدولار، بس طبعا مش الاسعار اللي كنا. يعني تعطيكي مثل السياره اللي كانت تتاجر قبل الازمه ب 50 دولار بالنهار، هلا عم تتاجر ب 25 دولار. نعم. يعني صرت انت عم تحكي بنص الاسعار، بس طبعا مجبرين صرنا بالدولار لانه الاكلاف مثل ما سبق وقلت عم بتكون علينا بالدولار. نعم، شكرا جزيلا. بس هذه الشغله بس بدي عن جد اللبناني بظن هذا البلد مجرد ما فيه البهنية اللي عم يتعاطوا فيها المغتربين، عن جد بظن نحن شعب ما رح يموت ونح نضلنا واقفين على إجرينا. إن شاء الله إن شاء الله. أنا بتشكرك على هذه المداخلة السريعة. بريك ومنتابع الفقرة الأخيرة من الحلقة. متابعين معكم الفقرة الأخيرة، حلقتنا مرقت كتير سريعة بوجودكم يعني وسرعنا هذا، بس أنا بشكركم غنية يعني على هذه المعلومات القيمة، وفي كتير من 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 القصص اللي ممكن تفتح باب وطريق إلى حلول كبيرة. ست سكارلات، كنت سألتك عن الموضوع قبل، حضرته حكي بالخيارات المتنوعة ومشرقية إذا بدك الخيار اللي حكي فيه فخامة الرئيس من أول استلامه للعهد. برجع بكرر السؤال، هل أول شيء الروسي سيسمح للفرنسي أنه يأخذ محله بعد كل شيء قدمه من خلال الحرب مع السورية؟ وطيب إذا لا، هل الروسي جديا هو جدي بموضوع أخذ دور وفتح أفاق للبنانيين ورجال الأعمال وكل هالتفاصيل مثل ما عم يسمع عن مؤتمرات؟ وليه إذا هالقد جدي ما منشوف له تواجد كبير؟ لأ نبلش بالشيء السياحي، لنقول إذا هالقد نحن عم نطلب وعم نفتح أفاق، لماذا ما في مبادرة بالمقابل؟ بتشوف الروس متلين الدنيا بمصر، وهلأ الوضع بلبناني إذا هو بمشكلة خدمة، الخدمة اللبنانية بتجنن، إذا مشكلة أموال، الأموال اللي هلأ بتصيرنا أرخص من أي بلد بالعالم. بقى شو بتحليلك وضع الروسي في المنطقة، وليش هالأحجام أو هالتباطؤ بالاندفاع لنا؟ لا، أنا بعتقد أنه الروس وقت فاتوا على المنطقة على سوريا بال2000 و2015 يعني كانوا هن بأولويتهم سوريا، هن تعوقوا لحتى قربوا على لبنان، لأنه كان أولويتهم أول شيء ينظموا الساحة السورية ويعني يثبتوا نفوذهم بهالمنطقة. وأنا هون بتذكر أنه شفت وقتها فخامة الرئيس كان بعده رئيس تكتل التغيير والإصلاح، وهو كان من أول الناس اللي شايف أنه الروس فاتوا على، بتتذكري سارين حكى انه رح يصير فيهم مثل افغانستان وانه هيدي رح يتدندلوا قبل 3 اشهر وبفلوا، بتعرفي كل وسائل الاعلام صارت تحكي هيك. هو كان الاشخاص اللي كان عم بيقول انه الروس فاتوا ليبقوا، هيدي قصه استراتيجيه، ولكن لبنان كان بالنسبه لهم بيشوفوا لبنان من الزاويه السوريه. هلا اليوم ارتاح شوي وضعهم بسوريا، يعني بلشت تتبلور الاوضاع بسوريا، بلشوا يفكروا بلبنان. يعني هن تاخروا، خلينا هلأ بلبنان مشكلة أنه لبنان بالتقسيم القديم لبنان منطقة نفوذ أمريكاني يعني منا روسي، فإذا هيدا الأمور بدأ وقت لتتبلور، وبدأ أنه الأمريكان ما رح ينسحبوا بسهولة من لبنان بدون تمن. هلأ هيدي ضمن المفاوضات اللي تفضل حكي عنها أستاذ زياد، أنه إيه هيدي قصص كبيرة، يعني بتعرفي هني بيراعوا بعضهم، يعني روس والأمريكان صحيح هني عم بيتصارعوا بكتير مواضيع، ولكن بيراعوا بعضهم انه هيدي منطقه نفوذك، انا بقرب عليها شوي شوي، او يعني شو بدنا نصير بالتفاوض، كيف بدنا نتقسم. نحن للاسف هالبلد الصغير منطقة تجاذب، اليوم نحن بأوج منطقة تجاذب بين روسيا وأمريكا، بين يعني فرنسا أوروبا، يعني الفرنسيين يمكن عم بيجربوا ياخذوا فوتات، وهل كانوا مفكرين انه بعد الانفجار البور انه رح يقدروا يجوا بقوة، تبين انه الأمريكان اكثر من عرقلهم، يعني الأمريكان مش مستعدين يتخلوا بهالبساطة. انا برأيي وهيدا بعتقد شيء عم بيشتغلوه الروس بكتير ذكاء، لأنه ببطء ناطرين تتستوي لحتى تتقبل الناس، لأنه نحن معلش بلد مقسوم، الناس في كتير ناس مع الأمريكان بيعتبروا لبنان قطعة من الغرب بالمنطقة، بمنطقة الشرق مش قابلين مش مقتنعين، هيدي بدها شوية وقت لحتى يصير فيها، يعني بدون ما يصير أكتر يعني. وهيدا الشيء اللي عم يحجم عن أنه تشوفي استثمارات روسية أو تواجد روسي أكتر بلبنان. لا، في عروض، بس هيدي بدها شوية وقت
وقت لتتبلور، لانه بدك اللبناني كمان يكون حاضر، وبدك الامريكاني ما يعني ما يحرق لك، لانه بالنهايه الامريكاني عنده نفوذ كثير قوي بلبنان. هل بينطبق هالشيء على الصيني كمان وتوافق على هذا الراي؟ انا بعرف الروسي كثير منيح، بعرف بالشرق مزبوط يعني، عندي تواصل وبعرف بهذه الدول شو عم بتفكر تجاه لبنان. انا الجواب بدي لك يا سكارلت بالنسبه لروسيا ولبنان، بس في شغله لحتى الناس تعرفها، مع مصر روسيا عملت اتفاقيات سياحيه كبيره، مع لبنان ما في، بس نعرف لبنان ما في لانه نحن ما بدنا، يعني لانه في تعرقل سياسي داخلي، لانه وصلنا لمرحله ولا وزير بلبنان بياخد قرار وطني، في شيء سيطرة كاملة من سفارات بشكل أساسي كانت عم تلعب دور كتير كبير، إنه من دون ما ندري نحن من دون ما ننتبه بعزل لبنان دائما، وبالتالي التعاطي مع روسيا جدية بلبنان ببعض المشاريع، نعم مثل تفعيل مرفق طرابلس كتير مهم لها، لأنه قريب من قاعدة حميميم. هلأ بكل الأحوال بعتقد غدا أو بعد غد يعني في مقابلة للسفير الروسي مفصلي جديد عن الواقع الروسي جديد بلبنان، حيكون ضمن يعني بعتقد يا بكرة أو بعد بكرة بأحد الجرائد اللبنانية، وبالتالي حيعطي تفصيل كامل بهذا الموضوع. روسيا جدية تجاه لبنان. هلأ هل الإمكانات الروسية نحن بالإطار الإقليمي يعني هي جاهزة لتحط الاستثمارات المطلوبة بلبنان وتعتبر لبنان هو دور مهم لها؟ هل هناك أطراف لبنانية، ورح يكون أوضح من هيك، اليوم كان لبنان بالسابق يقولوا له أنه أنت معبر للشرق إلى الغرب، اليوم هل الدور اللبناني مستعد، المجتمع اللبناني بتنوعه وبالأخص عم بحكي أنا مجتمع المسيحي ومجتمعات تانية ذات صلة بالشرق، هل مستعدين يلعبوا دور التواصل بين الغرب والشرق؟ بدي ألفت أنه الصين عرضت على أوروبا تشتري ديونة البالغة 13 ألف مليار يورو. الصين اليوم بس اهتمامها ما بتخليها يعني بتسكر لك كل طريق الحريه، اهتمامها للصين. اذا التعاطي مع لبنان، امريكاني كتير مهتم بالواقع اللبناني لعده اسباب، منها تسكير الطريق على الحرير. هل اليوم لبنان رح يكون مركز صراع بهذا الموضوع؟ انا بخشى انه نكون نحن مركز صراع. انا اللي بيهمني انه هل نحن قادرين نطرح حالنا نلعب دور جديد بهيدي المنطقه لنعمل حل اقتصادي ننقذ وقعنا فيه بالسنوات الخمسة؟ قادرين أنا بأمن قادرين لكن مش موحدين للأسف. مش موحدين. أنا بتشكر هذا اللقاء القيم، على أمل أنه يكون عندنا دائما هيك لقاءات نقدر نطلع فيها أقله بمعلومات عم بتفيدونا فيها بهذه الرقي وهذا التعاطي، وإن شاء الله دائما نشوف وشكون بخير. ما بعرف إذا عندك كلمة بتحب. لا بدي أقول لازم نآمن بحالنا، لازم نآمن بدورنا، هيدا الأساس لحتى الغرب والعالم كله يآمن فينا. نعم، وكلمتك لكل اللي عم تابعوا كل ليلة. أنا بقول المستحيل مش صعب. نعم، شكرا جزيلا على هذه المعنويات، وإلى اللقاء الأسبوع المقبل بحلقة جديدة من ضروري نحكي، وننتقل إلى نشرة الأخبار المسائية.